في محبة دائما نلتقيكم ونصبح عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة رشيد الفضائية. نبدأ مشوارنا الصباحي ويوم جديد، حنرافقكم على مدار 3 ساعات من الوقت القادم. نتمنى تكون رفقة ممتعة مفيدة ومسلية، وكالمعتاد نطالع في حلقتنا لليوم. شمم وفتنس والرياضة الصباحية. ونلتقي مع الدكتور أحمد كاظم فياض وحديث عن التشوهات الولادية للأطفال. وعن العلاقة الزوجية وصنع السعادة في الحياة نتحاور مع الدكتورة ابتسام سعدون. وعن مشاكل البشرة الدهنية في الصيف نلتقي مع فرح فضل وفقرة تاتش. ونشاهد في تقاريرنا لهذا اليوم فن الرسم على الجدران وتفاعله مع البيئة المحيطة. وتطلعنا جنان على حركة القمر وتوقعات الأبراج في زودياك. بالإضافة إلى فقراتنا الأخرى واليومية وهي حركة الطائرات والمرور، بالإضافة إلى الطقس ومجموعة من تقاريرنا وأيضا كتبت بغداد. أما الآن حنكون مع أخبار الطقس حتى نتعرف على آخر أخبار الطقس، إذا كان هناك يعني نقول انخفاض في درجات الحرارة، إذا كانت الجو مثل ما لاحظنا اليوم في الصباح كان نشهد نوع من الأتربة حتى تنتهي بساعات محدودة أم حتستمر نشهد عواصف ترابية، هذا كله حنتعرفه مع علي. صباح الخير. صباح الخير زهراء، وطيب الله اوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. اكيد مثل ما تلاحظون الجو خلف زهراء هو تراب، واكيد تصاعد للغبار نتيجه للمنخفض الجوي والموسمي الحراري اللي اثر على البلاد بشكل كبير، مما صاحب وجود اتربه في المحافظات الوسطى والجنوبيه واثر بشكل مباشر على طبيعه الطقس في العراق. أكيد هذا الأمر ساهم بارتفاع درجات الحرارة قياسا بالأيام السابقة، وأيضا من يعني من المحتمل أنه تستمر الارتفاع بدرجات الحرارة، وأيضا يستمر هذه حالة عدم الاستقرار الجوي اللي تشهدها البلاد في العراق وبالتحديد في المحافظات الوسطى والجنوبية. وهذه الصور مباشرة هي من بغداد وحالة عدم استقرار جوي وتصاعد الغبار في سماء بغداد. إذا مشاهدينا هذه عودة لنشاهد درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم والمسجلة في المحافظات العراقية والعواصم العربية والعالمية، وبداية من المحافظات الشمالية في العراق. دهوك 39 وأيضا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، أربيل 34 مع غيوم متفرقة، وفي السليمانية 37، أما نينوى تكون درجة حرارة مرتفعة 39، كركوك 40 وتكريت 34 مع جو غائم جزئي. في غرب العراق الأنبار 39 والرطبة 32 مع أيضا تصاعد للغبار في المحافظات الوسطى. إلى العاصمة بغداد 39 وديالة 43 مع جو مشمس، كربلاء 39 وأيضا غيوم متفرقة فيها.
في باب ال 42 واسط ارتفاع ملحوظ بدرجات حرارة 44، ونلاحظ انه اغلب المحافظات الجنوبية تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة نتيجة لتأثير المنخفض الجو الحراري. ديوانية 42 وذيقار 43، سماوة 42 والعمارة 44. اخيرا في المحافظات الجنوبية البصرة 45 درجة وجو معتدل فيها. الى العواصم العربية، وبداية من مكة المكرمة 45 وارتفاع بدرجات حرارة، المدينة المنورة 42، وفي مسقط مع غيوم متفرقة تكون 43 درجة، دبي 40 والدوحة 40، صنعاء 29 انخفاض درجة واحدة قياسا بالأيام السابقة مع غيوم متفرقة، المنامة 37 والكويت 40. إلى عمان تكون 36 درجة وارتفاع بدرجة الحرارة، دمشق 38 وبيروت مع غيوم متفرقة تكون 31، القاهرة 39 وجو معتدل، وإلى دول المغرب العربي طرابلس 32، تونس 26، والجزائر مع جو مشمس تكون 22 درجة. أما الرباط تكون 24 وغيوم متفرقة فيها. أخيرا في العواصم العربية، نواكشوط اللي مستقرة بها درجة حرارة على 37 درجة وغيوم متفرقة لا تؤثر على أجواء المنطقة هناك. من العواصم العربية ننتقل إلى العواصم العالمية ودرجات الحرارة فيها المسجل لهذا اليوم، لندن 11 درجة مع تساقط من الأمطار، ومدريد 18، روما 19، وباريس 12 درجة مع أيضا هطول للأمطار، وتشهد البلاد الأوروبية تساقط لأمطار كثيفة وحدوث فيضانات في ألمانيا والمجر. أثينا 29 وأنقرة 24، أما طهران 26 مع أيضا هطول للأمطار. موسكو 29 وغيوم متفرقة ومن المتوقع تساقط أمطار، إسلام أباد 42 وكابل 33 مع غيوم متفرقة. أما نيودلهي اللي تشهد جو معتدل وارتفاع بدرجات الحرارة 45، بكين مع غيوم تكون 28 بها درجة الحرارة، وطوكيو 25، أما سيول مستقرة على 29 درجة مئوية. نعود إلى بغداد وحالة الطقس فيها، موعد غروب وشروق الشمس اليوم وغدا. غروب الشمس في تمام الساعة 7:12 وشروقها اليوم غد بإذن الله في تمام الساعة 4:51. أما سرعة الرياح المسجلة لهذا اليوم 12 كيلومتر في الساعة، واتجاه الرياح يكون 4.1 ويكون الاتجاه شمالي. أما مستوى الرؤية يكون 9 كيلومتر، وأكيد تأثير الغبار على مستوى الرؤية أثر بشكل كبير. إلى نسبة الرطوبة المتوقعة 11% ونقطة الندى درجة 1 تحت الصفر، الضغط الجوي يكون 1008، أما حالة القمر تكون درجة 1 ويكون تقدم الهلال. درجات الحرارة الصغرى والعظمى المسجلة اليوم غدا بعد غدا، اليوم العظمى 39 والصغرى 26، غدا من المتوقع أن تكون العظمى 38 والصغرى 26، أما بعد غد العظمى 40 والصغرى أيضا 26. تابعنا معكم الحالة الجوية ودرجات الحرارة المسجلة لهذا اليوم في العواصم العربية والعالمية. انتقال إلى زهراء لتكملة برنامج يوم جديد أطيب المنى. شكرا علي، مع أن كنا نمني نفس بأن يكون اعتدال بدرجات الحرارة، لكن مثل ما ذكرت حتشهد الأيام المقبلة ارتفاع، إذن لا مهرب من صيف يكون حار جدا. مع هذا نتمنى تكون كل أوقات مشاهدينا طيبة وسعيدة، مستمرين معكم. والآن حنكون مع بغداد الآن. التعرف على شوارع بغداد وتحديدا حركة المرور فيها ينضم معنا عبر الهاتف العميد عمار من إعلام مديرية المرور العامة. صباح الخير. صباح الخيرات زهراء، صباح الخير على جميع المشاهدين الكرام. صباح النور، كيف الحال؟
الحمد لله، إذا أنتم بخير احنا بخير إن شاء الله، يكون الجميع بخير. العميد عمار، حابين نتعرف على حركة المرور في شوارع بغداد، هل هناك قطوعات أو هناك ازدحامات في مناطق معينة حتى نعرف مشاهدنا الكريم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد هو اليوم دوافر أكيد هناك زخم يعني مرور. جانب الكرخ بداية تقاطع الدورة يعني اليوم أصبح انفتح بالرغم من وجود بعض الأحمال الهندسية لا زالت، لكن انفتح الطريق من تقاطع الدورة باتجاه الدورة. منطقة الكرخ بصورة عامة يعني فقط مناطق المركز اللي يوميا تشتت آخر يعني منطقة الحارثية، المدخل على الحارثية قرب ساحة الفارس العربي القرية معرض بغداد، هذه كثافة تقاطع دمشق أسفل مجسد دمشق، شارع الصالحية ذهاب والإياب والدخول باتجاه جسر الجمهورية زخم مع وجود إخوان الله يبارك فيهم السيطرات، زخم ضد المطار مثلنا زخم موجود قرب السيطرة، وقد يكون في أحيان كثيرة زخم شديد جدا. صنعاء زخم موجود لا زال، عدن زخم موجود لا زال، براسة هناك تحسن في حركة السير حاليا. جانب الرصافة هناك قطع من ساحة من تقاطع بريد العلوية باتجاه ساحة الفتح يعني قريبة من المسرح الوطني لوجود عمليات إكساء، أكيد راح تسبب لنا بعض الكثافة ضمن الموقع هذه. أيضا عندنا مدينة الصدر مدخل الداخل، شارع مدخل الداخل باتجاه ساحة البحيرة عندنا إكساء، عمليات إكساء، وذاك راح يكون الشارع الموازي له هو ذهاب وإياب، هو حاليا أكيد التأثير قليل يعني من الصباح، الصباح يكون الخروج إلى الدوام يكون زخم. منطقة المركز يعني ساحة التحرير الزخم الاعتيادي اللي يأثر على ساحة الطيران، ساحة الخلان اللي تتأثر بالزخم اللي موجود فيها من جانب الكرخ يأثر على الزخم ضمن الخلاني، يأثر على المداخل باتجاه الخلاني. طريق محمد القاسم السريع عندنا كثافة حاليا وكثافة شديدة من أعلى جسر قرطبة يعني القريب على مستوى الجملة العصرية باتجاه النابض، والسبب هو النزول باتجاه النابض وباتجاه الجراج على اليسار سيطرة موجودة، وهذا حقيقة واجبه في الكثافة اللي تولدت أثرت عندنا على طريق المرور السريع حاليا. دورياتنا متواجدة بالموقع، لكن احنا يجب أن نكون في حالة استعداد القوات الأمنية أولا وتصريف السير حركة السير ثانيا. باقي المناطق يعني باستثناء مناطق المركز بدأت تكون هناك انسيابية في حركة مرور المركبات، وإن شاء الله تستمر هذه الانسيابية باستثناء منطقة المركز اللي تشتتت. السلام للزهراء ولجميع المشاهدين. إن شاء الله لجميع مشاهدين العميد عمار. طيب يعني هي هذه الزخم الحاصل في شوارع بغداد هو زخم اعتيادي باعتباره أيام دوام رسمي، بالإضافة إلى بعض المناطق اللي تشهد عمليات أو أعمال صيانة. طيب العميد عمار لو سمحت، قد يكون هو السؤال يتكرر بالأيام الأخيرة بشدة، لكن المشاهدين دائما يستفسرون حابين يعلمون متى تنتهي وضع المركبات المنافست وضعها ما بين أيام الزوجي والفردي، هل هناك حل قريب أم الوضع يبقى عليه إلى إشعار آخر؟ حاليا أنت ذكرت إلى إشعار آخر، مثل ما تعلمين بالبداية كان منع كامل لتجوال المركبات في بغداد، لكن بعد صدر الأمر من عرضية بغداد بعد التشاور مع مديرية المهام مثل مدير المهام العام وضعوا ضوابط الفحص المؤقت، وإحنا عممناه من خلال قناتكم الكريمة وخلال بعض القنوات، يعني تم استثناء مركبات الأجرة والنقل العام، نقل الركاب والحمل من هذا الزوج والفردي. أيضا كانت هناك مشكلة أنه مركبات هناك من يسكن بغداد وعنده سيارة فحص مؤقت محافظات كان ممنوع نهائيا تجد عليها، حصل الاستثناء لهم بشرط أن يحمل بطاقة السكن مع المستمسكات ما تثبت أنه هو مستمسك بغداد ويستطيع التجوال بها، لكن لا يخرج خارج بغداد، لأن داخل خارج بغداد يمنع دخوله. أما المركبات اللي تحمل فحص مؤقت محافظات الخاصة بنقل والحمل فمسموح دخولها إلى بغداد. طيب. هذا بصورة مختصرة، لكن التوجيه الآخر وهو مهم جدا أن جميع المركبات بما فيها المركبات ذات لوحة التسجيل الدائمي يجب أن يكون من يقود هذه المركبة هو تكون باسمه كمالك أو كحائز مثبت في حاسبة المرور أو لديه وكالة خولة بالقيادة. أما إذا كان ما على علاقة سائق نهائيا حتى لو أقرب من الدرجة الأولى فيحال إلى مركز الشرطة مخاطر. هذا سيطبق من خلال يعني الساعات القادمة أو هو طبق من الأيام الماضية؟ لا، الاستثناء الأخير اللي صدر بخصوص لوحات الفحص المؤقت المحافظات وتجوالهم في بغداد مسموح ويخضعون لضوابط الفردي والزوجي صدر أول مرة حقيقة بعد عرض المشاكل، مشاكل بعض المواطنين من خلال صراحة فحصل الاستثناء لهم، أما باقي الاستثناءات فهذه صدرت يوم الخميس بيه.
نعم. طيب ايضا بس حابين نوضح اليوم هو الاثنين راح يكون ايام او الارقام الزوجيه ام الفرديه فيما يخص مركبات المنافس حتى يكون علم عند المواطن. زهراء هم اهل المركبات اللي تحمل الرقم الزوجي عثروا علينا بعض الشيء. كيف؟ لانه احنا حددنا انه التاريخ اذا كان فردي يصبح للفردي بالتجوال، واذا كان زوجي يسمح بالزوجيه للتجوال. فالباب قالوا يابا اكو اشهر يوم 31 يوم، يعني يوم 31 فردي ويوم 31. نعم. احنا خليناها على هذه الحاله، خليناها، يعني قد يكون غبن كل شهرين يوم على اصحاب المركبات الزوجيه ليش؟ لانه سابقا احنا مرينا بهذه التجربه، كنا نعمم. نعم. كان هناك بعض المواطنين ملتي باشغاله ما يعرف يدخل الزوجيه الفردي حتى تبعد بعض الاشكالات، وذاك حتى لا يكون هناك اي لبس، وطبعا العطل الرسميه ايضا يسر الزوجي الفردي، سابقا كان ماكو بالعطل الرسميه زوجي الفردي، ولذلك حسب التاريخ. اليوم 10 بالشهر اليوم الزوجي يمشي. نعم ان شاء الله تكون واضحه لكل مشاهدينا، وشكرا جزيلا على كل التوضيحات اللي ذكرتها لي من خلال برنامجنا ولكل المشاهدين. العميد عمار من اعلام مديريه المرور العامه، شكرا جزيلا ويومك سعيد. استمروا وياكم مشاهدين. الآن ننتقل من حركة المرور في شوارع بغداد وننتقل إلى حركة الطائرات من مطار بغداد الدولي. انضم معنا عبر الهاتف من اعلام الخطوط الجويه العراقيه الاستاذ صلاح تايه. صباح الخير. صباح الخير في الزهراء، صباح الخير لك وللرشيد، العاملين بالرشيد، المشاهدين الرشيد. صباح الخير على جميع مشاهدينا وعلى جميع العاملين في الخطوط الجويه العراقيه. حابين نتعرف من خلال حضرتك على حركه الطائرات ما بين الطائرات المغادره والوافده الى مطار بغداد الدولي. في الزهراء تحيه لكم، ان شاء الله احنا تعرفين اليوم عندنا باد وذار غبار وإتراب شديد بالجو. تأجلت الرحلات إن شاء الله بعد اتصالنا بالأنواع الجوية، أكدوا أنه إن شاء الله الجو بدأ يتحسن بعد الساعة 10 بالتحسن ونطلق رحلاتنا. الرحلة الأولى كان مفترض تطلع الساعة 6 صباحا. إن شاء الله بعد ما يتحسن الجو تنطلق نحو مطار النجف الأشرف الدولي ومنها مباشرة إلى طهران. في الساعة 7:30 صباحا كان مفترض تطلع طيارة بغداد دبي، تأجلت بعد إن شاء الله ما يتحسن الجو. 10:30 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى بيروت،
ومنتصف النهار لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى عمان. في الساعة الثالثة والنصف عصرا لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه القاهرة، والخامسة والنصف لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى أربيل ومنها مباشرة إلى السليمانية. في السابعة والنصف لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى مومباي في الهند، وعند الساعة التاسعة مساء لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى المنامة في البحرين. بالنسبة للرحلات القادمة إلى مطار بغداد دول لهذا اليوم إن شاء الله بعد الساعة العاشرة والنصف ستكون هناك رحلة قادمة من دبي إلى بغداد، وعند الساعة الحادية عشر صباحا لدينا رحلة قادمة من عمان إلى بغداد. الثانية من بعد الظهر لدينا رحلة قادمة من بيروت إلى بغداد، وعند الساعة السادسة مساء لدينا رحلة قادمة من القاهرة إلى بغداد. في الساعة الثامنة مساء لدينا رحلة قادمة من أربيل إلى السليمانية ومنها إلى بغداد، وعند الساعة العاشرة مساء لدينا رحلة قادمة من طهران إلى مطار النجف الأشرف الدولي ومنها مباشرة إلى بغداد. في الساعة الحادية عشر مساء لدينا رحلة قادمة من البحرين إلى بغداد، والرحلة الأخيرة سيكون موعدها الثالثة فجرا وهي قادمة من الهند وبالتحديد مومباي إلى بغداد مباشرة إن شاء الله. أكيد الزهراء نتمنى للأخوة المسافرين المغادرين والقادمين على متن طائرات شركة خجول العراقية السعادة وسلامة الوصول إن شاء الله. السعادة والسلامة لجميع مشاهدينا. بفهمنا هذه الأوقات بأن فقط الطائرات المغادرة هي التي اختلفت مواعيدها، لكن القادمة هي مثبتة بنفس الجدول ما تغيرت. بالضبط ست زهراء، فاتتني بأن أنبه للأخوة المسافرين الكرام، اليوم كان مفترض الساعة 9 صباحا بعد انقطاع طويل من حرب الخليج الثانية من التسعين يتم إعادة افتتاح خط بغداد أنقرة بغداد، والرحلة التجريبية اليوم كان المفترض وإن شاء الله تنطلق الساعة 12 ظهرا نحو أنقرة من بغداد، وهذا خدمة للمسافرين الكرام. يكون باتجاه تركيا خطين، بغداد اسطنبول الآن عامل وبغداد أنقرة بإذن الله. مبارك هذه الجهود اللي تعملوا من أجلها على خدمة المواطنين. الأستاذ صلاح تايه من إعلام الخطوط الجوية العراقية، شكرا جزيلا ويومك سعيد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا مستمرين ومواضيعنا وفقراتنا لهذا الصباح. نضم معي في الاستوديو سرمد حتى نكمل باقي الفقرات. صباحك سعيد سرمد، وكيف هي المعنويات أو النفسية؟ دائما احنا ويا الجو تتغير نفسية. صباح خير زهراء وصباح خير كل من يتابعنا بهذا الصباح، نتمنى لكم وقت طيب تقضوه برفقتنا في الوقت القادم. زهراء تكلمتي عن المعنويات والآن صح الأجواء بها غبار وإحنا شوية مزعوجين، لكن تعرفين درجة الحرارة خفضت، هاي تخفف علينا شوية تهون، والمعنويات كلها اليوم وباكر ويا المنتخب، يعني بالرغم من الكثير من المشاكل اللي ويا المنتخب، لكن ما زال الجمهور ويا المنتخب، لذلك الحديث كله حول المنتخب وش راح يصير، وتعرفين هذه الأجواء. طبعا نتمنى فعلا أنه تكون هذه المباراة مرة أخرى نعود بها للمنافسة بالرغم طبعا من صعوبة المهمة. ما أنه إحنا نتكلم عن المنتخب والرياضة، الفقرة الجاية هي عن الرياضة، يعني اللي ممكن في هذه الأجواء أنه يمارسون الرياضة إذا كانت الأجواء. إذا كان أنا شفت ناس يمارسون الرياضة الصبح حلو، يعني الجو مأثر عليهم ولا التراب. البعض يقول بأن ممكن ويا هالأجواء تصير عندنا نوع من الكآبة، بس من خلال الرياضة نقدر بأن نسترجع النشاط الحيوية بالأخص الصحة النفسية اللي محتاجها إحنا كل صباح نبدي بيها حتى نكمل يومنا. أي مصاعب تكون، أي ممكن بعض الأمور اللي تكون هي تزعج الناس، ممكن من خلال الرياضة بأن يكون محافظين على صحتهم النفسية ومعنوياتهم أيضا حتى على رشاقتهم. مثل ما ذكرت يعني ما حابة أن نطول على موضوع، بس إحنا حتكون تمنياتنا دائما ودعائنا، ومعروف بأن منتخبنا ودائما تكون فرصنا جدا ضعيفة أو صعبة يعني من عنق الزجاجة. يلا بالنهاية لازم يقطعون قلبنا، بس مع هذا محتاجين بأن فعلا يكون إصرار، تكون خطة جيدة، تكون اختيار للتشكيل بما يخ
نخدم ونكون بمستوى الفريق المقابل حتى نطلع بشيء مشرف. يعني احنا ما نحب بس نشارك ونسحب، لا، احنا نريد كل انه وجود، هذا اللي نتمناه. واللي يريد يغير من نفسيته الان مثل ما ذكرت انه الرياضه ممكن تغير، والان الكادر ايضا متهيئ لبعض التمارين الرياضيه الكل مع شمم. خلينا نتابع فتنس وبعدها نعود. صباح الخير. اليوم رح نعمل كارديو، رح نشتغل على ستيب، رح نحرق شوية فات شوية دهون. الكارديو مثل ما شرحت لكم قبل بحرك الدورة الدموية، بغذي العضل بالأكسجين، بخلينا نحرق دهن أكتر ونصرف حريرات أكتر. رح نبلش مع بعض، رح نطلع ستيب خطوة على ستيب خطوة لتحت، دايما باليمين. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، يسار 9 8 7 6 5 4 3 2 1. هالمرة رح نفتح قد ما فينا، نرجع منسكر مع بعض. 2 3 4 5 7 8 9 10. ثاني طرف مع بعض. 2 3 4 5 7 8 9 10. رح نجرب نعمل طرفين مع بعض ونحرك ايدينا بنفس الوقت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كمان 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نمشي محلنا. اوكي، رح نعمل على الطرفين، بنعلي مرة يمين مرة يسار، أسرع شوي. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، هالمرة يمين بس. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ثاني طرف. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. منضل عم نمشي، ما منوقف، منضل عم نمشي دايما لحتى تضل دورة دموية عم تتحرك. اوكي، هالمرة مرة يمين مرة يسار، عم نعلي فخذنا على طرف. 3 4 5 6 7 8 9 10.
10 بعد كمان 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اوكي هالمره اليمين على الطرف 4 5 6 7 9 10 بعد كمان 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لتاني طرف مع بعض 2 3 7 8 9 10 كمان 2 3 4 5 7 8 9 10 نمشي نضل عم نمشي اوكي هالمرة رح نطلع ستيب نتني ركبتنا لورا كل مرة على طرف مع بعض 2 3 4 5 اوكي على طرف دايما لورا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد كمان 10 2 3 4 5 7 8 9 10 لتاني طرف مع بعض 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عم نمشي ناخذ نفس هالمره بدنا نطلع الركبه لفوق مره اليمين مره اليسار بنحرك ايدينا لنحرق اكثر 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي هالمره ركبت يمين لفوق 20 ورا بعض قد ما فينا بنحرك ايدينا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 7 8 9 10 لتاني طرف اكيد مع بعض بنحرك ايدينا 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 5 4 3 2 1 اوكي عم نمشي ناخذ نفس نوقف على ستيب رح ننزل مره يمين يسار ونرجع نطلع يمين يسار يمين يسار مع ايدينا 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هالمره بالعكس يسار برا يمين نرجع منعلي سوا مع ايدينا 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 اوكي هالمره رح ننزل نطلع بركبة اليسار مره باليمين 1 2 3 4 لفو 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد كمان 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هالمرة منبدل متنية لورا 1 2 3 لفوق مع بعض 2 3 1 2 اوكي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد كمان 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هالمرة منعلي على طرف 1 2 3 اليسار على طرف اوكي 1 2 3 1 2 3 مع بعض 3 4 5 6 7 8 9 10 اخر 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نطلع ستيب مرة اليمين مرة اليسار بنحرك ايدينا كمان راح نبلش نسرع مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي مش مضل عم نمشي اخر تمرين رح ننزل 1 2 نطلع على ستيب اوكي مع بعض 1 2 فوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي نرجع للقبله 1 2 رح نبدا نسرع 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد كمان 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي نمشي شوي رح نعمل 1 نفتح ونرجع نسكر تاني طرف مع بعض 2 على الأسرع 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد كمان 10 2 3 4 5 6 7 8 9
اخر شيء رح نوسع شوي ونبلش نسرع 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مع بعض اسرع 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 قد ما فينا اسرع برافو صبايا ناخذ نفس stretching اكيد راح تحسوا كثير بحيويه ونشاط بعد هالحلقه ثاني طرف على step ثاني طرف وهيك بتكون فقرتنا لليوم خلصت ان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيها اشوفكم بكره مشاهدينا بعد ما تابعنا فقرة الرياضة فقرة فتنس مع شمم ننتقل الآن إلى فقرة كتبت بغداد مع حسن البيات صباح الخير حسن صباح الخير سرمد البيهتي وصباح الخير أنتم أيضا مشاهدينا الكرام في تجول جديد بين أروقة صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم ونبدأ تجولنا كالمعتاد من صحيفة الصباح ونطالع في عناوينها البارزة أكثر من 5 تريليونات دينار توزع بين المواطنين نطالع سادة الأكارم تحت هذا العنوان أعلنت اللجنة المالية أن توزيع 25% من فائض واردات النفط بين المواطنين سيكون من الوفرة المتحققة من العام 2012 التي قدرتها ب 22 تريليون دينار عضو اللجنة عبد الحسين الياسري قال في تصريح خاص به المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي أن الوفرة التي يفترض أن توزع منها 25% من واردات النفط بين المواطنين يجب أن تكون من موازنة 2012 على اعتبار أنه تم احتساب الوفرات المالية في نهاية أذار الماضي ويمكن التأكد في حال حصول وفرة مالية أو عجز في حين لم يتم احتساب ما جاء في موازنة 2013 حتى الآن وتنص موازنة العام 2013 على ما يلي تخصيص ما نسبته 25% من فائض موازنة العام 2013 وتوزيعها على الشرائح المستحقة من الفقراء والمحرومين من الشعب العراقي وفق ضوابط وآليات محددة يضعها مجلس الوزراء حسب المحرومية والنسب السكانية للمحافظات والإقليم مشاهدين الكرام في صباح أيضا الملكي والبرزاني يفتحان جميع الملفات وأربعة بنود تقرب المسافة بين بغداد وأربيل نطالع تحت هذا العنوان أثمر زيارة رئيس الوزراء نوري الملكي لأربيل ولقاؤه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني عن تقريب المسافات بين المركز والإقليم بعد الاتفاق على أربعة بنود وأعلن رئيس الإقليم قرب زيارته بغداد من أجل إنهاء جميع القضايا العالقة يأتي ذلك في وقت أصدر فيه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في أربيل أمس الأحد 6 قرارات أبرزها الموافقة على مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية والبنود الأربعة المتفق عليها بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الإقليم عقب اجتماعهما عصر أمس الأحد هي حل قضايا البيشمركة والمادة 40% وحدود المحافظات وإجراء الإحصاء السكاني هذا العام الملكي وصف زيارته لأربيل بأنها محط اهتمام مشترك للجانبين لفتح جميع الملفات العالقة وبشأن ما دار خلال اجتماعه مع البارزاني قال الملكي إنه تم خلال الاجتماع مراجعة ما تم خلال الزيارة السابقة لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق لبغداد وما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجان ومناقشة ما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجان وكل القضايا العالقة بين الإقليم والمركز مبينا أنه تم الاتفاق على تسمية الشخصيات التي ستكلف بمواصلة البحث في حل الملفات العالقة
على قاعدة الرغبة المشتركة القوية بإعادة التعاون للبحث عن المشتركات وتفعيل القدرات التي نمتلكها من أجل حماية مكتسبات الشعب العراقي في كل فصائله ومكوناته. أما رئيس الإقليم فقد أكد من جانبه أن زيارة رئيس الوزراء لأربيل مهمة جدا وبداية لحل الخلافات، وأشار البارزاني إلى الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة والتعاون بشكل ودي وأخوي وإيجاد حلول لجميع المشاكل التي تواجه العراق بشكل عام نحتكم فيها إلى الدستور. وكشف رئيس الإقليم عن استعداده لزيارة بغداد قريبا من أجل إنهاء جميع القضايا العالقة بين المركز والإقليم. مشاهدينا الكرام، انتقالتنا من الصباح إلى صحيفة الزمان ونطالع أبرز عناوينها. تشكيل لجان تعالج ملفي النفط ومستحقات كردستان وتهيئ إلى ترسيم حدود المحافظات، والملك والبرزاني يضعان جدولا لحل الملفات العالقة، نطالع تحت هذا العنوان. وقع رئيس الوزراء نور الملكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني على جدول زمني لحل المسائل السبع العالقة بين الإقليم والمركز. وقال المستشار الإعلامي للبرزاني كفاح محمود للزمان أمس إن الطرفين وقعا جدولا زمنيا لحل المسائل السبع العالقة، مضيفا أن الملكي عقد اجتماعا عاديا لمجلس الوزراء في مقر حكومة الإقليم دون مناقشة الخلافات العالقة مع كردستان. وأكد أن زيارة الملكي كانت استجابة لزيارة رئيس حكومة الإقليم نجر فاني البارزاني لبغداد، واتفق خلالها على مذكرة ضمت سبع نقاط مهمة، متابعا أن زيارة الملكي تأتي لتنفيذ تلك النقاط التي تضمنت ملفات النفط والغاز وتشريع القانون الخاص بها في البرلمان ومسألة المناطق المتنازع عليها وتشكيل لجنة أمنية تكون مسؤولة عن تشكيل اللجان الأمنية في المناطق المتنازع عليها وتشكيل لجنة أخرى لبحث المستحقات المالية للشركات الأجنبية وقوات البيشمركة. ولفت محمود إلى أن الملكي اجتمع باللجان بعد الاجتماع المغلق مع البارزاني الذي استقبل الملكي في مطار أربيل. مشاهدينا الكرام، وفي زمان أيضا النفط بغداد تبيع الخام للسودان بالآجل، نطالع ما جاء في هذا العنوان. وافقت وزارة النفط على تزويد السودان ب 900 ألف برميل من النفط شهريا تدفع قيمتها بطريق الآجل مع تقديم ضمانات التسديد من أحد المصارف العالمية. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد للزمان أمس، قال إن الوزارة وافقت على طلب الوفد السوداني بشكل مبدئي على تزويد السودان ب 900 ألف برميل شهريا وبواقع 30 ألف برميل يوميا تدفع قيمتها بطريقة الدفع بالآجل ولمدة قد تقدر بثلاثة أشهر بعد تسلم الشحنة النفطية. وأضاف أن الموافقة النهائية على هذا المشروع تتطلب تقديم ضمانات الدفع من أحد المصارف العالمية المعتمدة في العراق وموافقة مجلس الوزراء على هذه الصيغة، وذلك لأن عملية الاستيراد والتصدير في العراق خاضعة للرقابة الدولية والأمم المتحدة ومنظمة الشفافية الدولية وليس كما كان عليه الحال قبل عام 2003. وأوضح أن هذه العملية قد تتكرر مع دول عربية ودول الجوار في ظل الخطة التي وضعتها الوزارة لتعزيز العلاقات مع هذه الدول والحفاظ على الضوابط الدولية والاتفاقات الواضحة للجميع. وأيضا نطالع في زمان دبي التجارة البينية مع العراق 15 مليار دولار. أكد المدير العام للهيئة الاتحادية الإماراتية وكالة خالد علي البستاني أن إجمالي قيمة التجارة البينية بين الإمارات والعراق بلغ 15 مليار دولار خلال خمس سنوات. وقال البستاني خلال لقائه بوفد عراقي من الجمارك إن الإمارات والعراق تربطهما علاقات متميزة على المستوى الاقتصادي والتجاري، ويمثل العراق أحد الشركاء التجاريين الرئيسين بمجمل تجارة بينية بلغت 75 مليار دولار خلال خمس سنوات، مؤكدا أن العراق أحد أهم أسواق إعادة التصدير لدولة الإمارات. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم من الزمان إلى صحيفة المشرق ونطالع أبرز ما جاء في عناوينها. رئيس الوزراء في أربيل: المنطقة تمر بعاصفة طائفية، نطالع تحت هذا العنوان. قال رئيس الوزراء نور المالكي إن المنطقة تمر بعاصفة طائفية وأخطر ما فيها هو عودة بروز التنظيمات الإرهابية كالقاعدة والنصرة، ما أثار شبح الخوف من عودة الاقتتال في العراق.
مبينا أن العراق بدأ يتأثر بتلك العاصفة، وأضاف في كلمة ألقاها في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء في محافظة أربيل أمس إن السقف الذي يجب الرجوع إليه لإيجاد الحلول هو الدستور، مؤكدا أن الانتقال إلى أجواء الديمقراطية من أجواء الكبت التي كان يعيشها العراق يتطلب جهدا كبيرا. وتابع أن العراق خرج من أوضاع صعبة في زمن النظام السابق ليدخل في مرحلة التفجيرات والقتل على الهوية والفترة الطائفية، لكن العراقيين أثبتوا أنهم موضع قوة للوقوف بوجه الاقتتال والفتنة، وعلينا كسياسيين أن ننهض بمشروع المصالحة الوطنية لتثبيت وحدة البلد واستقراره. وأفاد المالكي أن مقومات البلد العزيز القوي تتمثل في الكفاءات والمقومات الاقتصادية والعلمية التي يمتلكها العراق، وإذا ما توفرت هذه المتطلبات واستغلت بالشكل المطلوب فإن البلد سيبقى عزيزا وقويا. ومن المشرق مشاهدين الكرام إلى صحيفة الزوراء نطالع في عناوينها: ديوان الإقليم 5 اجتماعات ناجحة أجراها المالكي في أربيل. أكد ديوان إقليم كردستان العراق أن رئيس الوزراء نوري المالكي عقد أمس 5 اجتماعات متتالية مع الأكراد، فيما أكد المالكي خلال مؤتمر عقده مع مسعود البرزاني الاتفاق على حل القضايا العالقة من خلال لجان مشتركة. وقال المتحدث الرسمي باسم ديوان إقليم كردستان أميد الصباح عثمان للزوراء إن رئيس الوزراء نوري المالكي عقد اجتماعا قصيرا في مطار أربيل فور وصوله مع رئيس الإقليم مسعود البرزاني، وأشار إلى أن المالكي انتقل بعدها إلى قصر المؤتمرات وعقد جلسة لمجلس الوزراء مع وزارة الحكومة الاتحادية ووزارة حكومة إقليم كردستان العراق ورئيس حكومة الإقليم نجرفان البرزاني. وأوضح أميد أن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع اللجان العليا ما بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد، تم التباحث حول النقاط المختلف عليها بعدما أجرى اجتماعا خاصا مع رئيس حكومة الإقليم نجرفان البرزاني وناقش أهم ما توصلت إليه اللجان. وأضاف أن رئيس الوزراء اختتم اللقاء باجتماع أخير مغلق جمعه مع رئيس الإقليم مسعود البرزاني، ومن ثم أعلنوا ما توصلوا إليه خلال مؤتمر صحفي. ونطالع أيضا في الزوراء المرور: قرار الزوجي والفردي قلل الازدحامات. أكد عميد المرور عمار وليد أن قرار تطبيق نظام الفردي والزوجي على السيارات التي تحمل لوحات أرقام مؤقتة المنافست أسهم بتقليل نسبة الازدحامات في بغداد. وقال وليد للزوراء إن القرار قلل ما بين 150 إلى 200 ألف سيارة من السير في شوارع بغداد، وأوضح أن مشكلة الزخم المروري في بغداد ناجمة عن تراكم عدة أسباب، منها عدد السيارات الكبير والسيطرات والهندسة المرورية التي تحتاج لتطوير وقلة التزام السائقين بالأنظمة المرورية، مشيرا إلى أن هذه الأسباب مجتمعة لا يمكن تجزئتها. مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى صحيفة الصباح الجديد ونطالع أيضا أبرز ما جاء في عناوينها: برغم تأكيد المعسكر الآخر مقدرته على تشكيلها القانون سنعلن حكومة بغداد اليوم بأغلبية 30 عضوا. كشف ائتلاف دولة القانون عزمه الإعلان اليوم الثلاثاء عن تشكيل الحكومة المحلية في بغداد، مؤكدا امتلاكه النصاب الكامل البالغ 30 عضوا من مجموع 58 مقعدا مخصصا للعاصمة، لكن كتلة متحدون شددت على مضيها بالتحالف الذي يجمعها مع كتلتي الأحرار الصدرية والمواطن التابع للمجلس الإسلامي الأعلى من أجل تنصيب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وباقي المناصب التنفيذية. يذكر أن عدد المقاعد في بغداد 58 مقعدا، منها 4 مقاعد لكوتا الأقليات والمكونات و15 مقعدا للنساء. وقال عضو مجلس محافظة بغداد الفائز عن دولة القانون سعد المطالب في تصريح خاص به الصباح الجديد: لقد اجتمعنا أمس الأحد مع شركائنا وشكلنا تحالفا من 30 عضوا لتكوين الحكومة المحلية في بغداد. وتابع المطالب أن عددنا كافي لتشكيل الحكومة المحلية، لكن هذا لا يعني أننا نهمش باقي الشرائح الفائزة، إذ سننفتح على باقي المكونات السياسية وما زلنا في بداية الطريق، ولن نعزل أحد عن السلطة التنفيذية إلا إذا أراد هو ذلك. مشاهدينا الكرام، عودة من جديد إلى صحيفة الصباح الجديد، ونطالع في الصفحات الأخيرة والمنوعة:
مهرجان أرمادا يطلق فعاليات دورته السادسة، نطالعه تحت هذا العنوان. أطلقت الدورة السادسة من مهرجان أرمادا في مدينة روان شمال غرب فرنسا تحت أشعة الشمس الحارقة وبحضور جمع غفير، ويعد هذا المهرجان من أكبر التجمعات لأعرق السفن الشراعية والحربية في العالم، ويضم برنامجه عروضا للسفن في نهر السين وزيارات واجتماعات بطواقم السفن وألعاب نارية وحفلات موسيقية مجانية. مشاهدين الكرام، ومن أخيرة الصباح إلى أخيرة الزمان، طبيب يحذر من شرب العرقسوس لخطورته على الضغط، نطالع تحت هذا العنوان. حذر نائب رئيس معهد القلب جمال شعبان مرضى القلب من تناول العرقسوس في فصل الصيف لاحتوائه على مواد ترفع ضغط الدم وتؤدي إلى هبوط بالقلب ويزيد متاعب القرحة ويسبب اضطرابات بالمعدة، ناصحا بالإكثار من شرب الماء وبخاصة لمرضى القلب الذين يعتزمون صيام شهر رمضان. وأضاف أن فصل حرارة الصيف تؤثر سلبا على القلب، وبخاصة أن 90% من الدم من الماء، ويجب أن لا ينتظر الإنسان الشعور بالعطش ليشرب مع تجنب التعرض للشمس وقت الذروة، مشيرا إلى أن الأصواف الراقية تعد الأفضل لامتصاص العرق في الصيف، ونصح الدكتور بالإكثار من تناول الفاكهة. ومن أخيرة الزمان إلى أخيرة المشرق، ونطالع. زيت الزيتون يذيب دهون الجسد ويحميك من الأمراض الكبدية، نطالع تحت هذا العنوان. يقول الدكتور هشام أيوب استشاري أمراض الكبد وعلاج الفيروسات الكبدية وعضو الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد، أن استخدام زيت الزيتون في الأطعمة وخاصة أنه من أفضل الزيوت نظرا لاحتوائه على عناصر مذيبة للدهون عامة ودهون الكبد خاصة، كما يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين H المضاد للأكسدة يحمي من الإصابة بمرض الكبد الدهني، بالإضافة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي والبعد عن الدهون والوجبات السريعة ذات السعرات الحرارية العالية والإكثار من الخضروات الطازجة بجانب ممارسة الرياضة بصفة منتظمة. وإلى أخيرة الزوراء، نطالع سادتي الكرام. اختراع جديد، خاتم زواج يحرق أصابعك لتذكيرك بعيد زواجك، نطالع تحت هذا العنوان. تمكنت إحدى شركات صنع المجوهرات في الألاسكا من صنع خاتم زفاف تتم برمجته بحيث ترتفع درجة حرارته إلى 120 درجة مئوية قبل حلول ذكرى زواجك ب 24 ساعة، وذلك لتذكير الزوج أو الزوجة بالذكرى السنوية للزفاف. والخاتم محشو من الداخل ببطاريات مبرمجة يسمح لرقائق البطارية أن تشحن تلقائيا من حرارة الجسم، إلى زيادة درجة حرارة الخاتم إلى 120 درجة مئوية لفترة زمنية تصل إلى 10 ثواني. سادة الكرام، هذا ما لدينا من أخبار ومطالعة في أروقة صحفنا المحلية. هذه عودة من جديد إلى الزميل سرمد البياتي، ويوم جديد، لكن قبل العودة نطالع ونشاهد معا هذه الصورة الكاريكاتيرية. مشاهدينا، بعد ما تابعنا فقرة كتبت بغداد، وصلنا الآن إلى فقرة شلون صحتك. في هذه الفقرة راح يكون موضوعنا التشوهات الخلقية عند الأطفال، وراح يتكلم عن هذا الموضوع الدكتور أحمد كاظم الفياض استشاري جراحة العظام والمفاصل.
إذن مشاهدينا مثل ما نوهنا لحضراتكم راح نكون مع الدكتور أحمد كاظم الفياض والكلام حول التشوهات الخلقية عند الأطفال. أهلا ومرحبا صباح الخير. أهلا وسهلا بكم قناة الرشيد. حياك الله دكتور. بداية ممكن أنه تعرف المشاهد حول موضوع أو موضوع التشوهات، ما هو التشوه الخلقي عند الأطفال كيف يحصل؟ التشوه الخلقي هو خلل في يتعلق موضوع اليوم، هو يتعلق بالأطراف السفلى اللي هي تقريبا من أهم وأشهر التشوهات الخلقية للجهاز الحركي في الجسم وأكثرها زيادة في هذه الأيام. التشوهات الخلقية للأطراف السفلى مهمة جدا لكون الأطراف السفلى هي تحمل الجسم، يعني جلوس، نهوض، حركة، يعني عمل في أي حركة من حركات الجسم يعني تشارك بها الأطراف السفلى. دكتور قبل أن ندخل في التفصيل أكثر أسألك عن هذا المرض أو هذه التشوهات اللي تحصل، هل هي ظاهرة لها مسببات وإن أو هي حالات تحصل في كل زمن وفي كل وقت؟ هي هم تحصل في كل زمن وهم زادت بالفترات الأخيرة لأسباب عدة، أكثرها هي زواج الأقارب، بنت العم وابن العم هذه وتكراره مع الأجيال يضعف الجينات الوراثية ويخليها تنقل صفات مو طبيعية. هذا السبب الرئيسي، واحد من الأسباب. واحد من الأسباب. الأسباب الثانية الحروب هو والإشعاعات الذرية والإشعاعات النووية اللي انضربنا وتعرضنا لها على مدى سنين. طبيعة المجتمع العراقي اللي يزوج البنات صغار السن، تعرف هاي حجمها صغير، حجم رحمها صغير، ما يستوعب طفل، طفل يراد لمساحة واسعة للنمو في داخل بطن رحم الأم. لكن قد يسمعنا الآن أحد المشاهدين ويقول قبل كان جداتنا يزوجون بهذا العمر ويخلفون طبيعي، يا مكثرهم مو طبيعي، لا يا مكثر المشوهين بالأطراف السفلى، وكانت وسائل العلاج كلش بسيطة وضعيفة لكن ما كانوا يعزوها إلى أنه سبب ما يعزوها، لا ماكو علم عندهم وثقافة صحية تخليهم يستطيعون أنه يعزون السبب. وهذا واجبنا اليوم، واجبنا هذا اليوم نوضح المعلومة الصحيحة للمواطن ليتجنب المرض، والوقاية خير من العلاج. نرجع نكمل حول موضوع الأطراف السفلى، أهم من الأطراف العليا أنه أو التوجه مهم، هي كلش مهم بالجسم، يعني الجسم هو عبارة عن جهاز متكامل خلق الله في أحسن تقويم، يعني تقويم مو ماكو شيء أهم من شيء، بس أكو شيء أولى من شيء، شيء أولى من شيء. شيء إذا واحد بكسور رجله مكسورة إيده نسوي رجله قبل إيده، يقول لك أنا إيده تحرك خليها إيده بعدين عملية عجل العملية مالت إيدي ما تحملني، بس رجلي يقول لك تحملني. التغذية، تغذية الأم خلال الحمل ضرورية جدا، أخذها لكميات أغذية تحتوي على كمية من الكالسيوم ضرورية جدا. العامل الوراثي، وراثة الأجداد والأجيال تظهر في حين بين الحين والآخر عند الأطفال. يعني هاي النقطة خلينا نتوقف عندها دكتور، كيف ممكن يكون العامل الوراثي مهم؟ هل تقصد أنه يكون أحد الآباء الأجداد الأقارب مصاب بتشوه خلقي وبالتالي يكون الفرصة أكبر؟ نعم، زيارة الأصابع، زيارة عليه الأصابع بالأطراف العليا والأطراف السفلى حالة موروثة ومثبتة يعني علميا بأنه يتورث. غير الوراثة المباشرة، أكو وراثة غير مباشرة هي الطفرة الوراثية. يختفي تشوه معين في 4-5 أجيال بعدين يظهر فجأة. العائلة تقول لك إحنا ما ظاهر عندنا، يعني ما ندمع، بس موجود هو في أحد الأجيال، الأجداد، أجداد الأجداد أو قبلهم. طيب هذا السبب الوراثي. الأسباب الأخرى اللي ذكرناها زواج الأقارب، التلوث. في موضوع زواج الأقارب يعني أكو حل لهذا الموضوع؟ يعني قد يكون هناك أكو هندسة وراثية، أكو الهندسة الوراثية هسا باستطاعتها أن تظهر التشوهات الخلقية قبل أن يتزوج الأب والأم، يدرسون الجينات الأب وجينات الأم وتظهر لهم هاي الهندسة الوراثية أنه نسبة التشوهات الخلقية اللي قد تحدث والطفرات الوراثية اللي قد تحدثه. بس طور الإنشاء هي بعدها ما مثبتة علميا وما نازلة بالكتب. يعني أنا أقصد أنه أكو علاج لهذه الحالة، أنه أكو يعني وقاية، خلينا نقول مو علاج، أنه العلاج بالعمليات أنه نوصل، لكن إذا كان أكو زواج أقارب أكو ممكن حل حتى ما يصير هذا، تصير هذه المشكلة؟ لا ماكو حل، هو لأنه اللي يزوج أقارب أكيد متعود على أنه يزوج أقارب، فهو ضعف الجينات من قبل، ما جديدة، خلي عائلة تزوج أقارب هسه هم قبل ما مزوجين أقارب لجيلين أو ثلاثة، ما راح يأثر ذاك التأثير، بس تكرارها هي يزيد نسبة التشوهات بكل أنحاء الجسم. طيب دكتور أيضا
يعني خلينا نتكلم عن العناية بالأم أثناء الحمل إلى دور في أنه يعني يقلل من نسبة الإصابة بالتشوهات الخلقية. تغذية جيدة تقلل نسبة التشوهات الخلقية. حجم الرحم وعمر الأم قبل 16 سنة وبعد 45 سنة هو عامل يزيد نسبة التشوهات الخلقية. طبيعة نوم الأم على بطنها، تنام على بطنها يصير ضغط على الطفل. المراجعة الصحيحة ولأخصائيات نسائية مضبوطات وأخذ السونارات خاصة ثلاثية الأبعاد هذه لها دور في تشخيص التشوهات الخلقية لكل أنحاء الجسم ومبكرا، وتم علاجهم في بعض الأحيان والجنين داخل بطن أمه في النواظير المتطورة. طيب لنفرض أنه صارت الحالة، يعني صار هناك طفل وعنده تشوه خلقي، بداية كيف ممكن أنه نكتشفه؟ أولا دور العائلة، يعني لأن ما عندنا نظام صحي أكو لجنة طبية كاملة تفحص الطفل في أول ساعة حياته، ما مواصلين ليش مرحلة من التطور الصحي. فتبقى دور الهاوس وايف الجدة أو الطبيبة النسائية اللي قليل ما هن يولدن النساء، يحاولن شخصا يعني أبسط الأشياء مو المعقدة من عندها. وثاني شيء دور العائلة في خبرتهم، خبرة البيبيات ما شاء الله أغلبهم ما يجيبون الطفل، يقول لك أما لما نوقف رجل قصيرة ورجل طويلة، أو لما نلبس الحفاظة ورك ينفتح ورك ما ينفتح، أو الرجل ملتوية، أو يعني تعتمد يعني على الوعي الوعي الصحي للعائلة وللبيبيات اللي عندهم خبرة وجايبين عدد كبير. هنا لازم توجه الأم اللي عندها تجربة حديثة، يعني الأم حديثة العهد، الأم بسيطات كلش يعني وما عندهم أي خبرة ما شاء الله. ما كيف ممكن تنصحهم يعني كيف يعني أو بعد يعني الولادة إذا كان ما عندها أحد يعني على وزارة الصحة اللي هي قسم الإرشاد الصحي، كتيبات ما تكلف شيء، توعية صحية للأمهات في حالة وجود التشوهات الخلقية وصورها، مراجعة الطبيب المختص للتشخيص المبكر وللعلاج المبكر. طيب دكتور، مو يفترض أنه الأم تراجع المركز الصحي اللي أخذ اللقاحات وغيرها خلال هاي فحص للطفل؟ بدنا نحكي على اول يوم، اول يوم اول يعني كشف المبكر. كشف المبكر المرأة الطبيب احيانا اذا كانت بالمستشفى يكون دور اكو دور للطبيب الطبيب المستوصف اللي هو مسؤول عن مجموعه اطباء الطب العائلي، يسمى بالطب العائلي بالمستوصفات الصحيه، عنده خبره لا بأس بها في تشخيص، مو علاج، تشخيص وارسال الى المستوصف. الام تراجع اكيد تراجع. نهاية هذه النقطه الاهم دكتور، مهم جدا المراجعة المبكرة، لأن العلاج المبكر مو مثل العلاج المتأخر. العلاج المبكر يفرق من السماء إلى الأرض عن العلاج المتأخر، يعني ممكن جبيرة بسيطة، ممكن تمارين علاج طبيعي، ممكن دواء بسيط يجنب الطفل ويجنب العائلة عمليات كثيرة وما تجدي بنفع مثل نفع العلاج البسيط في الوقت المبكر. طيب يعني هل ممكن أنه هذا التشوه يتطور بمرور الوقت؟ نعم، إذا ما تم علاجه في وقت يتطور وتحدث مضاعفات في بعض الأحيان استحالة علاجها، يعني استحالة مثل القصر، يوصل قصر الساق إلى أكثر من 5 سنتيم، هذا يعني كل الصعب، ويوصل إلى حد احتياج المريض إلى عملية تطويل الساق، عملية معقدة جدا، جهاز ليزاروف يسمى دائري تثبيت خارجي، بلاتين يدخل داخل العظم ويخرج من عنده على شكل حلقة، يتم تطويلها 1 ملم باليوم على مدى 6 أشهر. تصور الطفل على مدى 6 أشهر جهاز تثبيت خارجي مربوط على ساق مالته، جقد بي أضرار نفسية، جقد بي أضرار التهابات، جقد بي أضرار مردودات مادية، جقد مردودات على الطفل معنوية. طيب يعني إذن الاكتشاف المبكر للتشوه قد يساهم في أن يتم القضاء عليه بشكل تام. أسرع. نعم، وتام. أسرع يعني وتام. ممكن أن يشفى طفل عنده مشكلة وبأقل تكاليف لو كان مبكر. مبكر بينما متأخر تكاليف عالية جدا، صعب العلاج ونسبة الشفاء قليلة، مو أقل من نسبة الشفاء بالعلاج المبكر. إذن كيف ممكن أن يكون هناك تطور أيضا للمرض غير اللي ذكرناه؟ نعم، يعني قد ممكن أنه هذا التشوه يؤدي إلى ممكن أن أشياء أخرى أصعب من هذا التشوه. لا، ما هو ما أشياء، هو الطرف لا بقلب ولا فقط بشرايين وأعصاب، شرايين وأعصاب وعظام.
التشوه في بدايته يكون في خلل في موازنة الأوتار اللي تخلي الطرف متقوس أو ملتوي أو بعد فترة يتحول إلى تشوه العظام، لأن العظام تأخذ قرار ونمو الوتر. شنو التشوه؟ يمشي التشوه ويزيد التشوه، تنتقل مرحلة إجراء العمليات من أوتار الى عظام، نقوم نقص العظم ونعدله في يعني تطور الامر تدخل صار تدخل اصعب هندسه العظام تدخل يعني باترون نسوي ونقص العظم تثبت صار الامر اصعب اصعب وكل الحالة. ما تطور كان اصعب. طيب اكو انواع للتشوه؟ نعم انواع كثيره حسب عدد الاصابع، مرات زياده عدد الاصابع، مرات قله عدد الاصابع، مرات فقدان جزء القدم، ماكو ساق، ماكو فخذ، ماكو، مرات خلع في مفصل الورك اللي هو كل شائع، خلع في مفصل الركبة، تشوه القدم الولادي اللي هو ملتوي، يجون يجيبون عائلة الطفل وضع بداخل بطن أمه ملتوية رجليناته، يجيبوا متفاجئين ومذهولين، زيارة على الأصابع يعني كل شائعة هذه. وهذا تجرى لها عمليات؟ نعم عمليات، هاي زيارة أكو بعض الأمراض في عمر مبكر ولا تنتظروا أن يكبر؟ أقرب عمر لإجراء العمليات هو 6 أشهر، لأن الأعضاء أعضاء البشر تتطور توصل إلى مرحلة تستوعب تخدير العام لإجراء العملية، هو مو خطورة العملية، خطورة التخدير العام. طيب. اللي هو 6 أشهر الحد الأدنى لإجراء العملية وتحمل التخدير العام، لأن حالة مو طارئة، الحالات الطارئة لا يوم واحد يقدرونه، مثلا إذا أمعاء طالع برا أو المثانة طالع برا أو خلل في القلب يوم مغامرة يقول لك هاي حياة، حياة أو موت، بينما عندنا ما عندنا حياة أو موت، عندنا تشوه ممكن أجله 6 أشهر، ممكن سنة أجله. طيب هذه الأنواع اللي ذكرتها، أي هذه الأنواع اللي هو الأصعب أو الأكثر شيوعاً؟ الأكثر شيوعاً هو خلع الورك الولادي لأكثر بالبنات أكثر من الأولاد 5 مرات، والتقوس الساقين واسع الانتشار بالعراق، لأن عندنا فد طبائع اجتماعية موروثة اللي هو مشي الطفل قبل السنة للتأكد من عنده، يقول لك تفرح العائلة إذا مشى أو وقف قبل السنة للتأكد من صلاحية الجهاز الحركي ما يعني خالي من التشوهات. هذا خطأ، هم ما يعرفون أنه هم حيسببون تشوهات، لأن عظم الطفل رب العالمين عز وجل خلقه لين في الأشهر الأولى، هم والحجلة، الحجلة هذه الحجلة الدائرية الصينية اللي ما شاء الله شوهت مئات آلاف السيقان مع الأطفال. إذن النصيحة هنا، النصيحة منع جلوس الطفل في الحجلة أقل من سنة وشهرين، لازم بعد سنة وشهرين يلا يقعد بالحجلة، الوقوف سنة، السير سنة و4 أشهر. طيب أحيانا الأطفال يعني نشوفهم بدون ما الأهل يدخلون يوقف، يلزم كان يكون مكان عالي، اكو وسائل منع، اكو وسائل تحجيم الطفل، لكن الاهل يفرحون يعتبرون هذا، يفرحون يفرحون بس مو يفرحون بتشوه، يعني يفرحون يعني بشيء، يعني اقصد انه البعض يظن انه الطفل هذا عنده القدره، انه القدره عنده مو عنده الفهم والفكر انه هذا المشي راح يقوي الساقين، اوكي عنده قوه عضليه، العضلاتيه تمشينه، لكن العظام هي اللي تسند المشي وهي حتتقوس، العضلة ما تتقوس، العظم حيتقوس. إذن يجب أن يكون مراقبة للطفل في هذا العمر وما يسمحوا له بالوقوف أو سير قبل السنة. حجمونه، أكو فد وسائل ألعاب أو فد أقفاص معينة يخلوا له ألعاب معينة يحجموا يقللون سنة وشهرين. سنة وشهرين. طيب هذا بما يخص خلع الورك والأطراف والأطراف. تكلمنا عن الأطراف، لكن ماذا عن الخلع؟ هذا كيف يتم علاجه؟ خلع هذا أول أيامه علاج بسيط جدا، هو إنه يتلبس الطفل دبل حفاضة، حفاضتين أكبر من حجمه للسماح بالوركين بالانفتاح للرجوع تلقائيا إلى مكانهم. كل ما تتطور الحالة، كل شهر يتطور تتعقد الأمور، بعد سنة ونص إلا عملية جراحية، عمليتها شوية معقدة، العائلة لازم تكون صبورة، لازم تكون متفهمة لطريقة علاج التشوهات كلها خاصة عامة، وخلع الوركين والتقوس بالأطراف السفلى خاصة. هذا يعني نقاط مهمة لازم ينتبهوا لها الأهل. راح نتكلم عن التشخيص، وهي مسألة مهمة، تشخيص المرض أو التشوه الخلقي، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير.
عادة ما يجري الطبيب بعد الولادة فحصا طبيا دقيقا للمولود الجديد من أجل التأكد من سلامة تكوينه وخلوه من بعض التشوهات الخلقية، ويعمل لاتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة جراحية كانت أم غير جراحية. وفي حال اكتشاف أحد التشوهات أو الأمراض الخلقية، فإن تفهم الأهل وتعاونهم مع الطبيب له أثر خاص في معالجة الطفل، ويجب على الأهل الأخذ بإرشادات الطبيب وتعليماته وتطبيقاته دون إهمال، وقد يحتاج ذلك الكثير من التضحية والثقة وعدم فقدان الأمل، كلها تساعد لإنجاح أي خطة علاجية، خصوصا إن علاج التشوهات الخلقية لا تظهر نتائجه بين ليلة وضحاها، والتشوهات الخلقية قد تكون في الرئتين أي عدم اكتمال نموها، أو في الجهاز الهضمي، أو في الأطراف العليا أو السفلى، أو التشوهات القلبية وغيرها، وجميع هذه التشوهات تحتاج تدخلا جراحيا، وكلما كان التدخل الجراحي متأخرا وكان الطفل أكبر عمرا كانت الخطورة أقل، على أن بعض التشوهات قد تتطلب تدخلا جراحيا فوريا لإنقاذ الطفل الوليد من موت محقق. ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى التشوهات الخلقية هي العوامل الوراثية، فهي أحد أهم الأسباب في نقل التشوهات الولادية من الآباء إلى الأبناء، والأمراض التي تصيب الحامل كالحصبة وغيرها، واستخدام بعض الأدوية خلال الحمل، لذا ينصح بعدم استخدام أي دواء أثناء فترة الحمل بدون استشارة الطبيب، فضلا عن نقص بعض الفيتامينات المهمة في بناء وتكوين الجنين، ومن أهمها فيتامين فولك أسيد وغيرها من الفيتامينات المهمة. بعد ما تابعنا هذا التقرير نكمل حوارنا مع الدكتور أحمد حول التشوهات الخلقية، وكنا نتكلم عن التشخيص. دكتور، شقد مهم أن يكون التشخيص صحيح حتى يتم العلاج بصورة صحيحة؟ صحيح ودقيق ومبكر. مبكر بالتعاون مع العائلة ومراجعتهم الدقيق لذوي الاختصاص، يعني مو أي طبيب يروحوا يعني يأخذون الطفل إليه، قد يكون ما عنده معرفة، قد يأخرهم بطريقة العلاج، قد يشخص تشخيص دقيق بس ما يعالج علاج دقيق. معرفة العائلة، ثقافة العائلة الصحية، مراجعتهم السريعة، وأخذ الرقوق الشعاعية للتعرف على التشوهات اللي العظمية الداخلية، مو تشوه الطرف بس، طرف بيتكون من جلد ومنطقة شحمية وعضلية وأوتار وأعصاب وشرايين، يتعرف على طبيعة العظم وطريقة العلاج، هل هو تحفظي أم جراحي. يعني تعرفنا على الفرق بين التحفظي أو الجراحي. التحفظي هو مرات علاج تمارين علاج طبيعي، مرات تجبيس الطرف، مرات عمل مسند طبي بلاستيك أو حديد، مرات طرف صناعي كامل للطرف، مرات طرف بارتفاع لتعويض الطول الطول المفقود، ومرات حزام لفتح الوركين وربطهم مع الكتفين، هذا تحفظي. الجراحي جراحي 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 عملية جراحي. طيب دكتور، يعني كنا نتكلم وإحنا نتابع التقرير أنه تفصيل معين، أنه البعض ما يروح إلى طبيب اختصاص، يروح إلى كان يكون مضمد مجبرتي، يعني اللي تعودوا أهلنا أن يروحون يلجأوا لهم في أي حالة، خصوصا في المناطق اللي تكون بعيدة، في الأطراف، المناطق الشعبية، في المناطق الشعبية القرى والأرياف. يعني بالتالي هذا الموضوع كيف ممكن أنه تنبههم إليه؟ يعني هذا الموضوع مختصاص بالمرة. والله يعني هو الإنسان كلش مهم والطفل كلش مهم بالعائلة، فأكيد إرسالة إلى ذوي الاختصاص هو مهم. يعني حاجة غالية بالبيت ما تنأخذ لي لمصلح ما مضبوط، مو حاجة أبسط حاجات بيت تأخذها لمصلح مضبوط، كيف البشر وكيف بسيط. كيف الطفل يعني ضروري أنه يكون الإنسان غالي، فينأخذ إلى ذوي الاختصاص، ذوي المعرفة، ذوي الخبرة، ليكون التشخيص، العلاج، النتائج تكون جيدة. وأحيانا النساء الكبيرات في السن اللي تكون بالبيت، فباعتبار أنه عندهم خبرة
فأحيانا يقولون هذا ما بيشي طفل يعني تكون لا تكون غالبة الرأي الأمهات والبيبيات تكون غالبة الرأي فتوجه العائلة وتجبر الأب والأم على أخذه للعرافة أو المجبرشي أو المضمت ما تعرف النتيجة شنو هي تكون هنا إذا الوعي إلى دور الوعي أكيد طيب أيضا من خلال ما افتهمنا عن التشوهات الخلقية أنه هناك علاجات مختلفة يعني تبعا للحالة طبعا نعم. تكلمتنا في الغالب على الأطراف السفلية لكن ماذا عن الأطراف العليا؟ الأطراف العليا التداخل الجراحي بها أصعب من الأطراف السفلى وتتأخر مراحل اتخاذ قرار العمليات الجراحية بالأطراف العليا عند الأطراف السفلى لأن الأطراف العليا أدق من الأطراف السفلى يكون المنطقة مكتظة بالأوردة والشرايين والأوتار والأعصاب أكثر من الأطراف السفلى الإجراءات الجراحية بالأطراف السفلى أسهل وأتقن وأقل تعقيدات من الأطراف العليا طيب بهيش حالة كيف ممكن أن تتعاملون مع الوضع يعني القرار يكون أصعب أن تسوي القرار أصعب والقرار يكون لازم يتأخر ومركز متخصص لجراحة الكف أكو مركز عندنا في بغداد بساحة الأندلس مستشفى الواسطي أكو شعبة جراحة اليد يعني اختصاص هسه يعطى دكتوراه أو ماجستير في جراحة اليد فقط يعني عزلوها حتى يفهم المريض الآن هو يفهم المريض يفهم الطبيب يكون كلش فاهم في جراحة اليد أقصد أن المريض لازم يفهم هو الطبيب اللي يروح عليه أو المكان اللي يروح عليه وين يتوجه بالضبط طيب بما يخص الأطراف العليا أبرز التشوهات اللي تصيب الأطراف العليا بعد ما تعرفنا على الأطراف السفلى الأطراف العليا أكثر مرض شائع بالبلد هو شلل الظفيرة العصبية اللي هم بالمجتمع يسموه خلع الكتف أيضا عند الأطفال طبعا أول ما يخرج الطفل من بطن أمه الجدة أو السستر اللي تولد أمه تسحب الطفل من كتفه من إيده لإخراجه من بطن أمه بالولادة الطبيعية هذه ومرات بالولادة القيصرية هم يرفع عنه من الكتف مالته ويضرر الظفيرة العصبية اللي تنبع من الفقرات العنقية وزود الطرف السفلي ويجي الطفل إيده ضعيفة معدومة الحركة ومفترة إلى الداخل هاي يعني سهلة العلاج بالأيام الأولى لكن عندما تتأخر يكون إلا عملية جراحية اللي هي قص العظم وتعديله وإعادة ربط الأعصاب بالكتف وهي عملية معقدة عملية معقدة جدا طيب هذه أيضا في عمر معين في عمر أكو حدود إلها يعني أقصد نعم. قد يكون طفل كبر صار عمره 10 سنين أو 10 سنين مهملة إلا عمليات جراحية وعمليات جراحية لكن إلها حل إلها حل كل شيء إلها حل بس ما يعني كل ما تأخرت ما ترجع إلى الطبيعي أبدا بالأيام الأولى ارتداء مسند يسموه مسند التحية يمسك الطرف علاج تمارين علاج طبيعي تحفيز عصبي بالعلاج الطبيعي أدوية مقوية تقريبا هتقصد الأيام اللي بعد الولادة مباشرة بالأيام أو الأسابيع الأولى هاي ترجع إلى تقريبا أكثر من 95% من فعالية اليد من تكون طبيعية بينما طيب. التأخر ما يرجعها 10% يرجع من طاقتها 10% التشوهات الأخرى أيضا اللي تصيب الأطراف العليا أكثر أشهر تقوس التشوه بالعراق شفته التقوس الأطراف السفلى تقوس لا أنا أقصد الأطراف العليا أطراف يعني الأخرى غير هذا اللي ذكرت التشوه زيادة عدد الأصابع وانعدام عظم من العظام وقصر مرات يجينا المريض أكو قصر بالطرف العلوي وقصر بالطرف السفلى من نفس الجهة فالمتلازمة موجودة قليلة الانتشار لكن موجودة يقول لك الطفل بس قصر عنده لا عنده أي خلع ما عنده أي التواء ما عنده أي تقوس فقط قصر طيب يعني هذا يعني من الأمراض الشائعة لكن ذكرت أنه الأطراف السفلى هي دائما عليها التركيز شلل الأطفال يدخل ضمن هذه المنطقة شلل الأطفال هو إصابات الدماغ زائدا إصابات النخاع الشوكي يعني أمراض الدماغ زائد أمراض النخاع الشوكي زائدا الشلل الولادي اللي يدعي المجتمع لأنه ضرب أبرة وسخن وضربنا أبرة هو مو هيك هو مرض انتقالي فيروسي يضرب العصب مالت الطرف السفلي ويشل الرجل لما تنشل الرجل العظم يعتمد نموه على العضلة لما العضلة ضعيفة ضامرة العظم راح يتشوه الطرف راح يقصر راح التواء راح يعجز المريض
طيب هنا اكو الى حل هذا المرض؟ اي نعم يعني نعم اكو لقاحات تمنع المرض هذا. لا انا اقصد بعد ان يحصل انتم دوركم كجراحين يحصل الى اكو الى نعم حل. نعم اكو علاج طبيعي، اكو اطراف صناعيه ترتدى يرتديها المريض، اكو ابر موضعيه تزرق بالعضله لتقويتها، اكو زرع عصب للمنطقه المتضرره فقط، يعني ما نقدر نزرع كل اعصاب الطرف، المنطقه المتضرره فقط. طيب ايضا هناك بعض التشوهات الخلقيه اللي تصير عند الاطفال غير الاطراف السفلى والعليا، كان يكون في العمود الفقري مثلا. نعم اكو تقوس العمود الفقري الشائع الانتشار اللي يسبب ثانويا يعني تعقيداته هو قصر بالاطراف وضمور بالعضلات وتشوه الطرف. وعندنا القيلة المائية اللي خلف النخاع الشوكي اللي سائل مالت الدماغ ينبعج، اللي طلعت صورة بالتقرير الأولي، لازم تشخص مبكرا وترسل إلى طبيب جملة عصبية لإجراء عملية جراحية ولو في اليوم الأول من حياة الطفل لتلافي الأخطار منهم. طيب هذا كيف ممكن يكتشف الأهل وخصوصا الأهل هو طفل؟ الأهل لما يسبحون طفل لما رأس نقباط، لا يعني الأهل عندنا تعرف إيه، بس يشوفون قيلة مائية، كيس مائي أسفل الظهر أسفل فوق واضح، هذا يكون بارز في أغلب الأحيان واضح، ولما يكون مواضح أكو خصلة شعر في أسفل الظهر هي تدلل على وجوده داخل النخاع الشوكي. أيضا ممكن أنه قد يكون يحصل شيء يعني للطفل خصوصا في العمود الفقري بسبب أخطاء من قبل الأهل أثناء الأيام الأولى. الأيام الأولى ما يصير بس الإصابات، يعني السقوط من سقوط الطفل من يد طفلة أو من يد طفل حاملة يصير، بس يصير حالة كسور بالأطفال، الكسور هم تسبب تشوهات المستقبل. يعني نعرف إحنا الطفل عظم الطفل هو في نمو مستمر، وأكو إلى جذر ينمو من عنده ينطل الساق. إذا كان إصابة الطفل كسر مالته في المفصل، في مفصل المرفق، في مفصل اليد، في مفصل الركبة، يجب على الطبيب إخبار العائلة على احتمالية أنه يكون تشوه خلقي في المستقبل، لأن ضرر يصير غير متساوي بين طرفي المفصل، طرفي مركز النمو. وهنا يكون يعني مسؤولية الطبيب أنه مسؤولية ولا الطبيب هو الموضوع خارج عن إرادته؟ لا ماكو مرات خارج عن إرادته، مرات الإرجاع المضبوط للكسر أو إجراء العملية الجراحية المضبوطة وإرجاع الكسر إلى ذاته الحقيقية الطبيعة الخلقية يقلل نسبة التشوه الخلقي للكسر بالمستقبل. تجيني عائلة يقول قبل سنتين انكسر الطفل، طفل انكسر جب سوا بالطريقة الاعتيادية البسيطة، وإذا الساق مالته بدأت بالانحراف بعد سنة سنتين من الكسر. كان طبيعي يعني، كان طبيعي بس النمو اختلف عنده في مكان مركز النمو، صار عنده تطور التقوس مالته. وهنا كيف يكون الحل؟ الحل هو بالبداية ان ارتداء مساند طبية لتغيير محور التقوس من انحراف خارجي الى داخلي او من داخلي الى خارجي. وهذا طبعا ايضا بتداخل جراحي وراح لا 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 بعدين تداخل جراحي اخر المطاف والتداخل بعد، اما يجي المرض كلش متاخر عمر 6 سنين وبعد ورا 6 سنين قليلة التأثير الأطراف الصناعي والمساند والعلاجات والأدوية، أو هو يجي شديد جدا ماكو أبحاث طبية تؤكد استفادته من الأطراف الصناعية. يعني أكو بعض الحالات دكتور، يعني اليوم يتابعونا كثير من الناس قد يعني حتى يفهمون الموضوع بشكل صح، أكو بعض الحالات يعني ما ممكن علاجها؟ نعم ما ممكن علاجها. مثل شنو مثل هذه يعني الحالات حتى أصحابه يفهمون؟ يعني فقدان القدم، الأهل يعني من حقهم يرتؤون يعني، بس ما كل رأي كل طلب هو احنا نلبيه. يقول لك اكو زرع قدم، ما اتصور بالعلمية هسه حقيقة، مثلا قصر 10 سنتيم في الساق، ما ممكن تعويضه، هذا نعوض 5 سنتيم بالتطويل، ارتداء المساند اللي بها ارتفاعه معقولة، يعني ما كل شيء ممكن بالطبع. إذن في ختام حوارنا نشكرك شكر جزيل دكتور أحمد كاظم الفياض استشاري جراحة العظام والمفاصل، شكرا جزيلا لحضورك شكرا اليوم لكم، وأتمنى لك نهار سعيد. شكرا شكرا موفقين. شكرا لكم. مشاهدين فاصل قصير وبعد نعود. مشاهدينا الكرام الآن رح نبقى مع تقرير عن مدينة جديدة في الصين وبعدها لنعود فنتابع.
تسعى الحكومة في الصين للعمل على تسريع عملية بناء بكين إلى مدينة إنسانية وعلمية وخضراء. في الصين تقول الإحصاءات الرسمية إن 100 مدينة جديدة سوف يتم تأسيسها خلال 15 عاماً المقبلة لكي تستوعب الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن سعياً وراء الاستفادة من النمو الاقتصادي. وتعتبر الصين حالياً رابع أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانيا. ولكن قياساً بالقوى الشرائية الناتجة عن الناتج المحلي، يعتبر الاقتصاد الصيني هو الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة. وستنفذ بكين بشكل كامل الإصلاح التجريبي في حي تشونغ وان سون بالمدينة، والذي يعد أكثر الأحياء تطوراً في هذه البلدية من حيث العلوم والتكنولوجيا، وستسعى إلى تطوير قطاعات الخدمات الإنتاجية والعلوم والتكنولوجيا العالية والحديثة.
مشاهدينا الكرام وصلنا الآن إلى فقرة تخص عالم الجمال، وكل من تهتم بهذه التفاصيل وتريد تسمع نصائح من فرح، أنتم الآن على موعد مع تاتش وفرح. صباح الخير فرح. صباح الخير أحبتي المشاهدين، وصباح الخير عليك يا سرمد. اليوم موضوعنا راح يكون مهم للسيدات وحتى للرجال بخصوص البشرة الدهنية وما تعاني من مشاكل خلال فصل الصيف. مثل ما احنا نعرف انه بدأ فصل الصيف جو حار جدا عندنا، تبدي المشاكل تظهر على البشرة اكثر من غيرها. بالنسبة للبشرة الدهنية تبدي تظهر بعض المشاكل تأثر علينا مثل ظهور الحبوب، التصبغات، حتى الآثار اللي تتركها الحبوب. ممكن تظهر عندنا بعض الحروق بالبشرة، ممكن أيضا مسامات اللي واسعة أو تتوسع بالحرارة ممكن تأثر علينا، ممكن تظهر بعض البثور أو القشور على البشرة. أمور كثيرة ممكن تأثر على نفسيتنا بأن تظهر على بشرتنا وما نعرف شلون نعالجها بالضبط. بالبداية لازم نفرق بين أنه إحنا عندنا بشرة جافة أو بشرة دهنية حتى نعرف شلون نعالج هذه المشاكل بشكل صحيح. لو كانت عندنا البشرة دهنية فلازم نعرف شلون نعالجها ونحافظ عليها من حر الصيف. مثل ما احنا نعرف انه الامور اللي ممكن لازم نلتزم بيها، راح نعرف الاسباب اللي ممكن تسبب لنا الجفاف لبشرتنا او الاضرار اللي ممكن تاثر على بشرتنا الدهنيه. بعدها راح ناخذ الحلول لكل حاله على مود نقدر نوصل الى بشره لامعه نظره حيويه اكثر خلال فصل الصيف. نعرف أنه ممكن تكون التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة أو المدة اللي هي من الساعة 11 صبح لحد الساعة 3 ظهر، نشوف أنه دائماً بشرتنا تتعرض إلى هذه الحرارة ممكن تأثر عليها سلباً. السبب أنه التصبغات اللي من عندها الكلف، اللي تظهر من عندها أيضاً الحروق، الآثار، أمور كثيرة ممكن تأثر على بشرتنا. حتى الجفاف اللي يأثر عليها يسبب لنا جفافها وذبولها، تبين البشرة بأنه غير صحية وغير نظرة. ايضا ممكن ناخذ نقطه ثانيه وهو الجفاف اللي يعم على البشره الدهنيه. طبعا احنا نعرف انه دائما المشكله الاساسيه بالبشره الدهنيه انه افرازات الدهون بيها تكون اكثر، فمن الجف البشره راح تقدر تظهر او تفرز الغدد الدهون لفترات اطول، لكن لانه الجو حار ما راح تنشف بالشكل الصحيح هذه الدهون، ما راح تجف، بالعكس لانه حار ورطب راح تاثر علينا وراح تبقى الدهون متراكمه داخل المسامات اللي توسعت، مما راح يسبب لنا الحبوب واثار بعدين مستقبلا لو ما عالجناها بالشكل الصحيح. ايضا لازم ننتبه على سوء التغذيه اللي عندنا. ممكن احنا نلجا في فتره الحر الى بعض الاكلات الخاطئه اللي ممكن تاثر علينا سلبا وتاثر على بشرتنا. ممكن تكون الاكلات تعطينا طاقه اكثر، اللي هي الاكلات الدهون، الحلويات اللي تساعد السعرات الحراريه عندنا تاثر على بشرتنا مو بس على جسمنا، لانه ممكن تاثر السكريات علينا وتاثر تعطينا ضرر اكبر. ايضا دائما احنا نعرف انه نقص الترطيب بالنسبه للبشره. دائما احنا نستخدم الكريمات بالنسبه للبشره الجافه، كريمات احنا نعرفها بالكريمات اللي بيها نسبه الدهون عاليه او الزيوت، لكن بالنسبه للبشره الدهنيه احنا نعتقد ان هي بشرتنا دهنيه فماكو داعي حتى نرطبها. هذا خاطئ، لازم نرطبها بفصل الصيف بالكريمات اللي يكون القاعده لها قاعده مثل ما احنا نقول مائيه او سائله اكثر، يعني من الماء او غيرها تبتعد عن الزيوت حتى تنطينا الترطيب الصحيح لبشرتنا. ايضا ننتبه على انه دائما جسمنا في فصل الصيف يفقد كميات كبيره من نقص الماء، لانه احنا مثل ما نعرف انه ممكن يتبخر او ممكن نتعرق، فراح تفرز جسمنا او يفقد كميات اكبر من الماء يسبب لنا جفاف لبشرتنا. نعوضه بالطريقه الصحيحه اللي راح نعرفها بالتفاصيل. لازم نعرف انه احنا التقشير الاساسي بالنسبه لنا في فصل الصيف، طريقه استخدام الصحيح بالنسبه للتقشير، طريقة التنظيف، طريقة استخدامنا للكريمات، كل هذه الأمور راح نعرفها بتفاصيلها حتى نقدر نصل إلى النقطة الصحيحة وحل لكل مشكلة، حتى نخلص من مشكلة البشرة الدهنية خلال فصل الصيف. كل هذا راح نعرفه لكن بعد ما نشوف هذا التقرير راجع لكم.
تنقسم البشرة من حيث النوع إلى عدة أنواع، منها البشرة الدهنية والعادية والجافة، وأحياناً ما تكون خليط من أكثر من نوع. فتعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة انتشاراً، وخاصة في الأجواء الرطبة والحارة، ويعاني أصحاب هذه البشرة من مظاهر متعددة تجعلهم دائم الشكوى من بشرتهم. إن هذه الأعراض هي لمعان الوجه وبهتان في البشرة وزيدية البشرة وظهور رؤوس ذات لون أبيض وأخرى سوداء وظهور حب الشباب من فترة لأخرى وفساد المكياج بعد عدة ساعات من وضعه. وطالما يفتقد أصحاب هذه البشرة النظارة فتظهر بشرتهم بشكل مرهق وخالي من الحيوية، وقد يعزى هذا في كثير من الأحيان لتوسع مسام البشرة نتيجة إفراز الدهنيات بكميات كبيرة من الغدد الدهنية والتي تكون ذات حجم أكبر عندهم. وقد يسأل البعض هل الوراثة دور في تكوين البشرة الدهنية؟ طبعا، فالوراثة ما يترتب عليها من تركيبات خلقية وهرمونية تلعب الدور الأساسي في كل خصائصها الجسمية، ونوع البشرة هي إحدى هذه الخصائص. أما عن طرق العناية بالبشرة الدهنية في فصل الصيف، فيرغب الكثيرين في التخلص من دهنية البشرة تماما وللأبد، ولكن هذا غير صحي وغير ممكن أيضا، ولكن اتباع إرشادات معينة يساعد في التغلب على مشاكل البشرة الدهنية ويجعلها تحت السيطرة دائما، منها التنظيف المستمر بسبب لزوجة البشرة الدهنية، فإنها دائما ما تكون مكان سهل استقرار الغبار والجراثيم، فيفضل دائما استخدام المنظفات التي لا تحتوي على مواد كيميائية فعالة، وفي حالة استعمال الصابون الابتعاد عن الصابون العادي واستخدام الصابون الطبي الخالي من الخلويات. الانتباه لما نأكل والتقليل من المأكولات الدهنية مثل الشوكولا والهمبرجر والمشروبات الغازية السكرية والتقليل من اليود الذي يساهم في زيادة إفراز الدهنيات والتي لم يثبت تأثيرها علميا، ولكنها تساهم كما ذكرنا في زيادة الدهون المفرزة. إزالة المكياج دائما قبل النوم وتجنب المرطبات الزيتية واستبدالها بمرطبات خالية من الزيوت. استخدام المصفي على شرط عدم احتوائه على الكحول، ويفضل الاستعاضة عنه بماء الورد وعصير الليمون المخفف. بعد ما شفنا هذا التقرير عن البشرة الدهنية بصورة عامة حتى نعرف التفاصيل أكثر كيفية العناية وياها، لكن في البداية عندنا اتصال من سارة من بغداد. ألو، صباح الخير. صباح النور. ممكن دكتورة العنوان ماتر؟ ويانا بالكونترول تاخذين الرقم والعنوان، لكن بالبداية عندك سؤال أو استفسار؟ لا لا، شكرا حبيبي. شكرا لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا بخصوص البشرة الدهنية ومشاكلها خلال فصل الصيف. مثل ما احنا نعرف انه دائما التعرض لفترات طويلة من الحرارة ممكن تأثر على بشرتنا، لانه ممكن نذبلها للأسباب التالية. ممكن انه لان التعرض لفترات طويلة من الحر راح المسامات تفرز الدهون لفترات اطول او نقول بكميات اكثر، لكن ما راح تقدر تجف لانه الجو حار، فراح تبقى دائما داخل المسامات المتسعة، مما يسبب ظهور الحبوب مستقبلا. ظهور الحبوب وايضا بعض المشاكل اللي تظهر، ممكن التصبغات ايضا، امور كثيرة. حتى نتجنب هذا الموضوع ونخلص من عنده، لازم بالبداية نعرف انه احنا نرطب جسمنا اكثر حتى نقدر نتخلص من هذه الامور. يعني ممكن نغسل وجهنا بالشكل الصحيح اللي هو مرتين على الأقل باليوم بالنسبة للبشرة الدهنية، بالكريمات أو بالصوابين الطبية اللي هي الخاصة بالبشرة الدهنية، تكون خالية من الكريمات والزيوت، اللي تكون قاعدة مائية أكثر شيء، أو ممكن نقدر نقول بها نسبة تقشير أعلى، بها كبريت أعلى حتى يحافظ على بشرتنا من الجفاف، لكن حتى يخلص لنا بشرتنا من فقرة الدهون المتراكمة ويرطبها، وبنفس الوقت ممكن نحافظ على بشرتنا من الدهون اللي تأثر عليها تراكمها بالمسامات. هذه النقطة الأولى اللي لازم نعرفها بالنسبة إلى تنظيف بشرتنا بالشكل الصحيح. أما النقطة الثانية اللي لازم نتأكد من أدها بالنسبة إلى التعرض للشمس لفترات طويلة، مثل ما ذكرنا أنه الفترة الأهم أو الأصعب هي من الساعة 11 إلى الساعة 3 الظهر. طبعا حتى نخلص من هذه المشكلة ممكن نستخدم الواقي اللي لازم يكون بدرجات معينة اللي هي أعلى من 50 SPF حتى نقدر نوصل إلى درجة مثل ما احنا نقول مناسبة ويا جونا وملائمة. ايضا ما يمنع انه احنا ممكن نستخدم الواقي، لكن النصيحه الافضل انه احنا بعد ما نستخدم الواقي مو اقل من نص ساعه يلا نتعرض للشمس حتى يكون وجهنا امتص الماده بالشكل الصحيح، وايضا اخذ الحمايه الكافيه لوجهنا حتى نقدر نتعرض للشمس. يعني مو من الصحيح انه ممكن نستخدمه ونطلع مباشره الى الشمس، راح نشوف انه ما استفادينا، اجباري يكون ما استفادينا، احنا متركنا فتره تستوعب الجلد انه يمتص الماده الصحيحه.
ايضا لازم ننتبه بالنسبه الى واقي الشمس. لو احنا عندنا دوام يعني مضطرين نتعرض للشمس، نحاول تقريبا كل ساعتين نكرر الواقي على بشرتنا حتى تبقى محافظه على الحمايه بالشكل الصحيح. هذه انتهينا من فقره واقي الشمس، لكن هسه نبدي الى النقطه الاساسيه اللي عندنا، المشكله المسامات المفتوحه اللي دائما تكون عندنا، وهي راح يكون ان شاء الله لنا حلقه كامله عن هذه المشكله وعلاجها، لكن بشكل البسيط راح ناخذها اليوم انه ممكن نخلص من هذه المشكله باستخدام احنا نسميه قابض المسامات اللي هو التونر. المشكله من عنده سهل جدا، ممكن نستخدمه اللي موجود بالاسواق حاليا بمختلف الانواع حسب كل نوعيه البشره اللي احنا حابيها، الماركات الموجوده ممكن نستخدمها حتى نقلص المسامات اكثر حتى ما تتراكم الدهون بها لفترات اطول. طبعا اولا كمنظر اجمل وايضا صحيا هي افضل، واستخدامها جميل جدا. بعض الاحيان ممكن يكون من الصعب اختيارنا للمواد، يعني بالمحلات ممكن نكون مواثقين للماده، اكو ماده طبيعيه مثل مي الورد نستخدمه الصبح على كل وجهنا راح يغذي البشره ويلطفها وايضا يقبض لنا المسامات بالشكل الصحيح. عفوا، بعض الامور اللي لازم نلتزم بها حتى نحصل على بشره صحيه، من عندها الترطيب اللي احنا لازم نرطب بشرتنا. طبعا بعد ما نتعرض الى حراره والى شمس والى جو يختلف من بارد الى حار، اكيد لازم نحتاج نرطب ونغذي بشرتنا بالشكل الصحيح. نستخدم الكريمات اللي تنطينا الترطيب الصحيح، اللي هي تكون قاعدتها مائيه اكثر، يعني هي مغذيه لكن ما بها نسبه زيوت تتفاعل ويا الزيوت اللي اصلا احنا بدنا نفرزها، فراح تكون عندنا مشكله. هذه النقطه الاساسيه اللي راح نعرفها. بعض الأحيان ممكن تكون نقطتنا اللي إحنا دائما نعاني من عندها نقص كمية السوائل بجسمنا، ممكن يكون المي له تأثير كبير جدا. بعضها إحنا خصوصا بفصل الصيف نبتعد عن المي والعصائر الطبيعية، نلجأ إلى المشروبات الغازية لأنه تكون أبرد، لأنه تحفزنا أكثر. طبعا هذه نقطة خاطئة، لأن مثل ما إحنا نعرف إنه المشروبات الغازية بها نسبة سكريات عالية، مثل ما تضر جسمنا راح تضر حتى بشرتنا، فحتى ننطيها الترطيب الصحيح لبشرتنا نلجأ إلى المي، ويا ريت يكون معتدل مرأسا بارد، لأنه أيضا راح يكون صعب على المعدة تستقبل شيء بارد مباشرة. نحاول دائما إنه إحنا نستخدم الأشياء البسيطة، أو مثل ما إحنا نقول نلتزم ببعض النقاط حتى نحصل نتيجة صحيحة وجميلة لبشرتنا وخصوصا بالترطيب. ما ننسى نهائيا الفواكه الطبيعية اللي إحنا لازم يعني نشربها بكميات أكبر على الأقل يوميا الصبح، ولو نلتزم يعني مثل ما نقول جلاس واحد يفيدنا أكثر، يعطينا فيتامينات أكثر، يقوي بشرتنا ويقوينا إحنا بفيتامينات عادل بالنسبة للجسم، أمور نلتزم بها نشوف إنه إحنا صحتنا بدأت تتغير طريقة للأفضل مثل ما إحنا نقول. طبعا عندنا مشكلة احنا دائما نعاني من عندها وخصوصا بفصل الصيف، لكن بالبداية عندنا اتصال من زينب من بغداد. الو الو الو، مرحبا صباح. اهلا وسهلا، تفضلي. شلونك؟ الحمد لله بخير، تفضلي. بس العفو اريد موقع ولا رقم معك؟ ابقي انا بالكنترول تاخذين الرقم والعنوان. عندك اي سؤال؟ لا شكرا لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا بخصوص البشرة الدهنية والمشاكل اللي تعانيها خلال فصل الصيف. مثل ما احنا نعرف انه من ضمن النقاط اللي نلتزم بها، في بعض الاحيان ممكن احنا يكون نتيجة يعني من الحر الى البرد، ننتقل من حر الى برد، ايضا يؤثر سلبا على بشرتنا. بما اقصده بما انه ممكن نكون احنا في مكان حار جدا ومباشرة ننتقل الى مكان بارد حتى نحس بالبرودة، طبعا هذا خاطئ جدا، لانه راح نخلي بشرتنا تنتقل من شيء الى من حالة الى حالة في وقت قصير جدا. لازم نعطيها فترة انه ممكن احنا ننتقل، لكن بعد ما نبرد بشرتنا شوية نغيرها حتى نقدر نلتزم بهذه الامور. ايضا التعرض للشمس لفترات طويلة ممكن يسبب لنا الحروق، حتى نخلص من هذه الحروق لو صارت عندنا حمار بالبشرة او ممكن يصير بعض الآثار، حتى نخلص منها مباشرة وما نتركها حتى لا تتفاقم بعدين، ممكن نستخدم لها الكريمات الباردة اللي بيها نسبة برودة مثل ما احنا نقول حتى ترطب البشرة، نخليها عليها مباشرة وننتظر الى ان تبرد بشرتنا وبعدين نبدي نعالج هذه التصبغات تدريجيا حتى نخلص من عندها. ما ننسى نهائيا انه احنا بالنسبة للبشرة الدهنية نحتاج الى التقشير المستمر لبشرتنا حتى نخلص من المشاكل او نقول الخلايا الميتة ببشرتنا، وايضا نحفز الدورة الدموية ونخليها تتحرك بشكل ننشطها اكثر. هذه الامور نلتزم بها حتى نشوف بشرتنا اجمل الطف، وايضا نحافظ عليها من المشاكل اللي احنا دائما نعاني من عندها.
دائما اكثر السيدات تعاني من مشكله انه المكياج ما يثبت ببشرتها لفترات، اذا بما معناها انه الحر ضد المكياج اللي احنا نستخدمه، الا لازم ناخذ نقطه، ممكن نبتعد عن المكياج، نستخدم الكريمات المرطبه، يعني نبتعد عن الكريم اساس الا لو احنا عندنا مناسبات او زيارات او حتى عندنا حفلات، مو مشكله ممكن نستخدمه، لكن مباشره بعد ما نرجع البيت نزيله من الوجه الكامل حتى نخلي بشرتنا تتنفس وايضا تاخذ قسط من الراحه يكون افضل. هذه امور لازم احنا نعرفها قبل لا نضع حتى الميك اب، يعني لو التزمنا واستخدمنا الكريمات اللي هي بها نسبه ترطيب عاليه وخلينا فوقها شويه باودر ومشينا الموضوع بالنسبه لليوم كامل، او استخدمنا الواقي اللي يكون بيظهر ايضا نسبه كريم خفيفه وفوقها شويه باودر، نمشي الموضوع بالنسبه الى البشره حتى لن نخسر بشرتنا نهائيا. ويانا اتصال من احلام من بغداد. الو دكتوره السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. دكتورة أنا بشرتي دهنية بس هسه يعني جافة إلى درجة. نعم. شنو الشيء اللي أسويه هي؟ شوفي بما أنه هي بشرتك كانت دهنية بالبداية، هسه من تقعدين من النوم بشرتك جاي تحسيها جافة. انقطع الاتصال ويا أحلام، لكن بالبداية راح أقدر أجاوبها على هذا السؤال، لكن بالبداية آخذ اتصال من كوثر من الأنبار. ألو. ألو. كوثر تسمعيني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عيني صراحة أنا عندي نشامات واضحة كلش بوجهي يعني. نعم. من أخلي ميك اب كلش تبين يعني كيف أقدر أستخدمه؟ شنو مثلا اللي الأشياء اللي موجودة بوجهك اللي مضايقتك؟ يعني نفرض تصبغات موجودة بالبشرة أو مثلا آثار حبوب موجودة أو ممكن تكون خطوط تجاعيد، شنو بالضبط؟ يعني هي بس أكثر شيء هي بس النشامات واضحة شوية عندي تصبغات. يعني بالنسبة للمسامات الواسعة، نعم. يعني أكثر شيء في المسامات لما أخذ مكياج ما ينفق وجهي ويدين يعني كأنه طبعاً لأنه راح يصير فرق. بالنسبة للتصبغات اللي موجودة ممكن تعالجيها باستخدامك للكريمات، لأنه إحنا في فصل الصيف راح تقشر المنطقة وتخلصين من هذه التصبغات تدريجياً. صح بطيئة شوية لكن ننتظر إلى الشتاء حتى تقدرين تسوين جلسات الليزر تخلصين منها أسرع. أما بالنسبة للمسامات الموجودة المفتوحة عندك بالبشرة تقدرين قبل الميك اب تستخدمين قابض المسامات اللي هو التونر الموجود بكل الأسواق، لو ما لقيتي ممكن تستخدمين مي الورد قبل الميك اب تقريبا 10 دقائق راح يقبض لك المسامات وتشوفين مساماتك بدأت تبين أصغر، يعني بدأت مثل ما نقول تخلصين من هذه المشكلة الموجودة. بعدها ممكن انت عندك جلسات او انواع من العلاج متنوعه او امور كثيره، راح ناخذ حلقه كامله ان شاء الله عن المسامات المفتوحه حتى تعرفين ان الامور اللي ممكن نخلص من عندها، يعني ممكن تستخدمين ليزر حتى تسد المسامات او بعض انواع الكريمات، وممكن تستخدمين دائما طين البحر اللي هو الماسك اللي تستخدميه حتى نخلص من هذه، لانه بالكبريت ممكن تسد المسامات اكثر، فتشوفين عليها فرق ان شاء الله لو استمريتي. عندك اي سؤال او استفسار ثاني؟ شكرا لاتصالك. بس نرجع نكمل نحاول نجاوب أحلام على سؤالها اللي هو بشرتها كانت دهنية وبعدين حست أنه هي جافة. لو هي تكون البشرة من دهنية إلى جافة، إذن ممكن تكون الظروف المحيطة أثرت عليها، أو ممكن يكون بعض أنه هي قللت من الترطيب إلها، ممكن تكون استخدمت لها الكريمات الخاطئة، ممكن أمور كثيرة تعرض لها، ممكن تكون مثل ما ذكرنا قلة السوائل اللي هي تشربها، أمور كثيرة حتى تقدر توصل إلى النقطة الصحيحة. يعني البشرة الدهنية بها حسنات وبشرة جافة بها حسنات، لكن حتى نصل إلى بشرة معتدلة نخلص من الدهون المتراكمة وأيضا من الجفاف الكثير لازم نلتزم أنه إحنا نرطب بشرتنا بالشكل الصحيح باستمرار، على الأقل يعني بالليل حتى تقعدين الصبح تشوفين بشرتك أجمل، حاولين تستخدمين الواقي حتى تحميها من الحرارة، حتى لو أنت بالبيت وتطبخين هي تعتبر أيضا حرارة، فحتى تخلصين من هذه الحرارة نهائيا هذه النقاط اللي تحاولين تركزين عليها حتى تخلصين من هذه المشكلة. ويانا اتصال من أمل من ذي قار. ألو صباح الخير. صباح النور. ألو صباح الخير. صباح النور، تفضلي. بشرتي جافة وكل جافة وحتى النفس وما أعرف شلون أعالجها وبيها تجاعيد. نعم. بالنسبة للبشرة الجافة حتى تخلصين من عندها مثل ما احنا نعرف البشرة الجافة تظهر بها تجاعيد أكثر من البشرة الدهنية،
هل تخلصين من موضوع التجاعيد؟ لو كانت بالجبين ممكن نخلص بالبوتوكس، إذا كانت مجرد خطوط ممكن نخلص بالفيلر، فنقاط ممكن نلجأ لها لنخلص من هذا الموضوع. لكن بالنسبة لجفاف البشرة، ترطبين بشرتك بكميات من الكريم أكثر، يعني تحسبين أنه دائما تأخذ يعني الكريمات، أنواع الكريمات، يعني عندك أنواع من الكريمات كل واسعة موجودة حاليا بالأسواق، كل أنواع الكريمات اللي بيها نسبة الكريم عالية اللي هي خاصة بالبشرة الجافة اللي تنطيش ترطيب أعلى. تبتعدين عن الأكل الحار، تحاولين تبتعدين عن النقاط اللي ممكن تجفف بشرتك أكثر، تستخدمين دائما مثل ما أقول لك إياها الماسكات تبتعدين عنها اللي بيها طين البحر، الماسكات الثانية، تحاولين تجئين إلى الأمور تنطيش ترطيب لبشرتك، مثل خلينا نقول نسبة الجليسرين بها عالية، هذه مادة طبية وتعرفيها أنت، زيتية أكثر حتى زيت البشرة تنطيها نضارة وجمال أكثر. أيضا من ضمن الأمور اللي ممكن تلجئي لها حتى ترجع ترطيب البشرة، تكثرين شربك للمي والسوائل العصائر، تستخدمين المواد الطبيعية على بشرتك، تشوفين بها فرق، ماسكات طبيعية. يعني شنو الكريمة اللي استعمله؟ ممكن تاخذين الرقم تتصلين بيه، اقدر انطيك مجموعه من الكريمات لو هي موجوده يمك تستخدميها، لو مو موجوده حتى انطيك تحضير ممكن تحضريه بالبيت، فشي بسيط وسهل وتقدرين ترطبين بيه بشرتك. ابقي انا بالكنترول تاخذين الرقم والعنوان. شكرا لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا، لكن بالبدايه عندنا اتصال من نور من كركوك. الو، اهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله بخير، تفضلي. عافية. أنا يمكن ما أعرف كلك تطبقات وتجاعيد وحد، يعني تطلع لي الحبايب ويبقى أثرها ما يروح. نعم. استخدمت هواي علاجات بس كلها ما طلع لي. بالنسبة إلى التجاعيد اللي موجودة مثل ما ذكرت، تقدرين تخلصين من التجاعيد بنقط، يعني أما تستخدمين الفلفل. ما عندنا أي مراكز موثوق بها بكركوك. زين، تقدرين تاخذين الرقم والعنوان تتصلين بيه، نحاول نلقى فتح حل وسط، ممكن يعني اشوف لك الكريمات اللي موجوده اللي تفيدك اكثر. يا ريت ان شاء الله تعاودين الاتصال ويانا حتى نقدر نخلص من موضوع التجاعيد. اما بالنسبه الى موضوع التصبغات اللي موجوده بالبشره، نقدر نخلص من عندها ايضا باستخدام بعض انواع الكريمات. لو ما عندك دوام نستخدم كريمات قويه، نسوي عمل موجود عند الصيدليات لكن وصفه طبيه طبعا. الفكره من عنده انه راح يقشر البشره بشكل اسرع، لكن لو عندك النقطة خلينا نقول عندك دوام نستخدم التقشير اللي أبطأ. أيضا ما تنسين نهائيا أنه الواقي لازم تستخدميه باستمرار حتى أنت فترة العلاج وحتى قبل فترة العلاج، يكون أفضل يفيدك بالنسبة للبشرة. أمور كثيرة ممكن تستفادين من عندها. أيضا بالنسبة إلى الآثار اللي تظهر بالبشرة، الآثار الحبوب نتيجة أنه الحبوب تظهر وتبقى آثارها، معناها أنه أنت ما تعالجين الحب نفسه أصلا، إذا تراكم الدهون ممكن يسبب هذه الحبوب، فحتى تخلصين من عندها تحاولين تستخدمين الغسول المناسب اللي يخلصك من تراكم الدهون حتى لا تظهر هذه الحبوب مرة ثانية، وتاخذين أيضا مضادات حيوية ممكن تخلصك من هذا الموضوع. بالنسبة للآثار ممكن نستخدم لها الليزر حتى نخلص من عندها نهائيا. شكرا لاتصالك، إن شاء الله أكون فتك بهذه المعلومات، لكن حاولي تعاودين الاتصال ويانا حتى أقدر أنطيك الأمور الأكثر بالنسبة للتجاعيد. مثل ما احنا نعرف انه اصحاب البشره الدهنيه هم المميزين اكثر من غيرهم، لانه دائما تظهر التجاعيد بشكل ابطا، لكن هذا ما يمنع انه ممكن تظهر مشاكل اكثر مثل الحبوب، مثل تراكم الدهون، ممكن تظهر تصبغات بشكل اكبر. فحتى نخلص من هذا الموضوع نحاول ناخذ النقاط الايجابيه بالبشره الدهنيه ونحافظ على الباقي ونتخلص او نعالج المشاكل اللي عندنا. امور كثيره ذكرتها، مشاكل بسيطه ممكن نحلها، نحصل على بشره جميله، نظره حيويه لطيفه، ممكن تساعدنا على انه احنا نقدر نحافظ على منظرنا او جمالنا او حتى نبين اصغر عمرا. طبعا دائما احنا نستخدم الميك اب بكميات اكبر بفصل الصيف، وهذا خاطئ، لان لازم نستخدمه بكميات اقل. لو حبينا نستخدمه لمناسبه او حفله لازم نزيله نهائيا بعد ما نرجع للبيت، ونحاول دائما ننظف كل بشرتنا 100%. وايضا ننتبه على نقطه اساسيه، احنا بعد ما ننظفها كامله نرطبها حتى نرجع لها الحيويه نتيجه الحر اللي موجود. وصلنا وياكم لنهاية فقرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ويانا بهذا الموضوع، نلتقيكم موعد ثاني، مع السلامة. صباحكم من جديد أحبتنا المشاهدين، وصلنا إلى حوار اليوم. في حوار اليوم حنناقش ونتحدث عن العلاقة الزوجية ودورها في بناء أسرة ناجحة وسعيدة. حديثنا حيكون مع ضيفتنا الدكتورة ابتسام سعدون، اختصاص علم النفس.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا. ضمت معنا في الاستوديو ضيفتنا الدكتوره ابتسام سعدون اختصاص علم النفس. صباح السعيد واهلا وسهلا دكتوره، نورتينا اليوم. صباح السعيد وصباح كل العراقيين، ان شاء الله اسعد بهذا الجو المترب، ولو احنا نصنع السعاده بايدينا. بالفعل ونحاول احنا نتغلب على هذا الجو حتى ما ياثر على نفسنا، يعني احنا عندنا قدره على التكيف مع كل الظروف. الحمد لله العراقيين هذا ما يميز العراقيين. فعلا دكتوره اليوم حنتحدث عن العلاقه الزوجيه، كيف لها هي تأثير في بناء أسرة ناجحة وسعيدة. ودائما نقول بأن الإنسان الصحيح أو الصحة يبدع بصحة نفسية هو اللي ينشأ في أسرة بها تفاهم وبها كثير من الأسس اللي تهيئة حتى يعيش حياة طبيعية بدون تعرض لضغوط ومشاكل نفسية. في البدء إلى أي مدى مهمة أو على أي أساس تبنى العلاقة الزوجية؟ طبعا منذ بدء الخليقة أراد الله أن تكون المرأة جوار الرجل، تشد من أزره ويشد من أزره، لتكون في هذه المشاركة طيب الحياة ورغد العيش. فخلق الله سبحانه وتعالى آدم وحيدا في هذه الدنيا، ما يعكر صف حياته ومزاجه إلا وجوده وحيد. فخلق الله سبحانه وتعالى من نفسه حواء حتى تكون الأسباب متعلقة، أسباب المرأة بالرجل وأسباب الرجل بالمرأة، لذلك تكون هذه العلاقة الزوجية المقدسة اللي قدسها يعني كل الديانات، قدست هذه العلاقة الزوجية تكون بها طعم خاص ونكهة خاصة بوجود التفاهم، بوجود الثقة بالآخر، بوجود الاحترام بالآخر، بوجود المصارحة والمكاشفة ولغة الحوار الصحية. مثل ما تعرفين أنه الأسرة هي نواة وعماد المجتمع، إذا صحت الأسرة صح المجتمع، لأن إحنا الأسرة هي أهم مؤسسة من مؤسسات الضبط الاجتماعي، مهمتها عملية تنشئة الاجتماعية اللي بهذه التنشئة أنا أعتبرها التنشئة الاجتماعية أو الأسرة، أشبهها مثل المصنع الذي يصنع يعني في شيء مهم ألا وهو صناعة الإنسان عن طريق التنشئة الاجتماعية اللي نقدر نعرفها أنه هي عملية تعلم وتعليم تهدف إلى إكساب الفرد طفلاً فمراهقاً فراشداً فشاباً فشيخاً قيم ومعايير المجتمع الموجود به. تعلم وتعليم. تعلم وتعليم. هنا إحنا نعلم الطفل، بالتالي من يكبر هو يعلم. نعم يصير تعليم. شلون يعلم أولاده؟ عن طريق النماذج اللي شافها بفترة الطفولة المبكرة. من النماذج؟ الأم، الأب، الأخ الكبير، الشخصية الكرتونية، البطل الفيلم، كل هذه نماذج أمامه يشوفها يقلد السلوك الموجود أمامه. حسب نظرية التعلم الاجتماعي لوالتر وبانادورا تقول بأنه التعلم في هذه السنوات هو حسب تقليد النموذج الموجود. نعم. التقليد والمحاكاة. نعم. نعم. دور الأسرة في هذه السنوات الأولى هو نموذج، قدوة، أكون قدوة في كل شيء، في كلامي البذيء عفوا، في تصرف الصحيح، في إرشاداتي، في حتى في لغة المزاح والفكاهة بين الزوجين. في بعض الأحيان يتمازحون بألفاظ بس ما ينتبهون أنه أكو طفل، هذا الطفل هم يعتقدون أنه ما يفهم، بالعكس الطفل في هذا العمر أذكى من أكبر جهاز حاسوب، هذا كله يشرب في لا شعوره، في لا شعوره بعدين من يكبر راح يصير يمثل هذه الأشياء على مسرح الحياة. إذا كانت الأسرة سعيدة وأساسها الحوار والصدق والفهم والمشاركة والهدايا بين الزوجين والاحترام، احترام الرأي والرأي الآخر، البنت تتمنى أن تتزوج بالمستقبل حتى تمثل دور الأم. نعم. يعني دور الأسرة بالتحديد العلاقة الزوجية ما بين الأم والأب جداً دور جدا مهم. نعم. طيب دكتورة نفاد لي هذه العلاقة الزوجية كيف نبدأ نأسسها بشكل جيد حتى نأسس لحياة أسرية؟ نعم. صحيحة. نعم. حتبدأ من الاختيار، تبدأ من الاختيار الصائب أولا، الاختيار الصحيح. الاختيار الصحيح لازم يكون حسب المستوى الثقافي والاجتماعي والعمر بين الأزواج أيضا. في بعض الأحيان قد يكون الفارق العمر بين الزوجين، مثلا الزوج أكبر ب 20 أو 25 سنة من الزوجة، قد يكون ناجح، يعني هنالك فروق يعني، وقد يكون غير ناجح، بس على الأغلب غير ناجح. هكذا فروق التوافق الفكري يكون. نعم. التوافق الفكري والمستوى الثقافي أيضا. لكن في بعض الأحيان إحنا نشوف أسر مستواهم الثقافي جدا عالي، يعني اثنينهم حاملين شهادة دكتوراه بس ماكو لغة تفاهم بيناتهم، مشاكل ألفاظ بذيئة بيناتهم، هذا سبب شنو؟ التنشئة الاجتماعية والعقدة، عقد النقص الموجودة عند بعض الرجال عندما يشاهدون زوجاتهم أعلى منهم في الشهادة، في المستوى، في الجمال، في المكانة الاجتماعية، قد ينتقصون منها بكافة السبل على أساس أنه هو رجل والقوامة بيده، ولازم يصرخ بوجه الزوجة حتى لو كانت أعلى منه شهادة. هي صحيح الزوجة هي إذا كانت دكتورة بالجامعة، دكتورة بالجامعة،
معه وتأدي شغلها. من تروح للبيت هي ربت بيت، ربت بيت تسمع الزوجة مسؤولة عن الأسرة. نعم، بعض من الرجال عندهم عقد نقص، يعني إذا هو أدنى منها مستوى وأدنى منها مكانة اجتماعية ينتقص منها عن طريق الصراخ والسب وحتى يعني أمور أخرى تأثر على نفسية الأطفال. هذا يرجع إلى التنشئة الاجتماعية، نرجع لها للتنشئة الاجتماعية. هذا الدكتور اللي هو بالبيت سيد ويريد ينتقص من زوجته لأنه أعلى منه في كل الأمور، تنشئته الاجتماعية كانت تنشئة جدا سلبية وبرمج سلبيا على أنه المرأة مرأة فقط، يجب أن نهمش دورها، يجب أن الصراخ والصوت العالي من شيء من الرجال، وهو رجل لا يكون رجل إلا إذا صرخ إذا في وجه الزوجة أو إذا ضربها. الابن من يشوف الأب هكذا سلوكيات هو لا شعوريا يعتقد انه هذا السلوك صحيح ومقبول اجتماعيا، فمن يكبر ويتزوج راح يمثل دور الاب لانه هو رجل خلاص. طيب الرجل لازم يصرخ. هو حيكون بهالحاله هو ثقافه اسره ام ثقافه مجتمع بني يتعامل بهذا الطريقه؟ ثقافه اسره، الاسره هي الاساس المجتمع، احنا اول شيء النواه الاولى الا وهي نعم. الاسره من خلال تقليد النموذج، هو شاف الاب يصرخ ويضرب الزوجه اذا هو راح يمثل هذا الدور لانه الاب هو قدوه له فمثل هذا الدور خصوصا في الخمس سنوات الاولى. البنت ايضا اذا شاهد هكذا علاقات أسرية سلبية وغير متوافقة قد تكره اسم زواج، قد لا تتزوج، قد تعزم عن الزواج أولا، خصوصا إذا كان في هذه الأسرة تهميش لدور البنت كأنه بنت وهنالك تمييز للولد على البنت حتى لو كان الولد أقل عمرا من البنت، فشوف هنالك تمييز، البنت يجب أن تترك الدراسة لأنه المدرسة بعيدة عن البيت لكن الولد يسمح له بالدراسة، البنت يجب أن لا تتكلم بصوت عالي، صحيح إحنا يعني من الأدب أن لا تكلم صوت عالي لكن في بعض الأحيان يجب أن تعبر عن رأيها، يجب أن تعبر عن حاجاتها، لا تعبر عن رأيها لأنه من الحياء والخجل، المجتمع لا يقبل على هذا الحياء والخجل. صحيح إحنا الحياء أجمل ما يجمل البنت العربية هو الحياء، لكن عندما يصل للحياء إلى الخجل المرضي، هذا الخجل المرضي راح تكون انعزالية مكتئبة، نوع من القلق عندها، تكون هنالك فتور في العلاقات الاجتماعية، تكره جنسها كبنت وتتمنى أن تكون ولد، لذلك تكون مسترجلة في بعض الأحيان، تكون عنيفة في ردود الفعل أمام الآخرين، تريد أن تنتقم من الرجل كرجل لأنه مش دورها في فترة الطفولة وميز الولد في فترة التنشئة الاجتماعية وتريد أن تأخذ دور الولد حتى تأخذ حقوقها المسلوبة في الماضي. إذا من خلال هذا الحديث ونحن مستمرين بموضوعنا تفاصيل كثيرة مرتبطة مع بعضها يا أما تصب في صالح أن تكون أو يكون المجتمع يتمتع بصحة اجتماعية جيدة أو يكون العكس. دكتور لو سمحتي عندنا تقرير عن هذا الموضوع تحديدا العلاقة الزوجية ودورها في بناء أسرة ناجحة وسعيدة فنتابع مشاهدينا. العلاقات الزوجية تبحث عن أسباب لإنجاحها، فيجب ابتعاد الزوجين عن بعض المحاذير التي تضعهم في منطقة شائكة تدفع بحياتهم الزوجية إلى الهلاك والتدمير، وهي بالابتعاد عن التجسس والتفتيش الذي يعتبر وسيلة للتحكم والسيطرة، والبحث عن الحلول السليمة لإقامة حياة زوجية تنعم بالراحة والسعادة والثقة. فهناك حالات تصيب الرجل أو المرأة تؤثر سلبا على حياتهم كالصمت الزوجي الذي يصيب الرجال أكثر من النساء، حيث يصاب الأزواج بالخرس عند دخولهم البيت ويترك الأمور وتشعر المرأة بأنها مهملة. فمن الحماقة أن يظل الإنسان صامتا فتتراكم المشاكل بتآكل تدريجي في العلاقة الزوجية. وكذلك العنف الأسري بين الزوجين والخيانة الزوجية هي من أكثر المسائل التي تعيق الحياة الزوجية وتقارب وجهات النظر بينهم، فيجب على الرجل احتضان المرأة وإشاعة الصدق بينهم والتحلي بالوفاء والغيرة الحقيقية، إتمام هذه الحياة بشكل طبيعي تنعم بالسعادة والحب. شكرا
شكرا للزميل حسين صباح الإعداد لهذا التقرير. وقد نكون دكتورة محتاجين لمشاعر صادقة حقيقية وأيضا للغة التفاهم. يمكن من خلال القصص اللي نسمعها أو تجارب الآخرين نسمع بعض الزوجات يذكرون بأنهم صارت عندهم صدمة من أول أيام الزواج، لأن الزوج تعامل ببرود أو بجفاء. قد يكون هو مر بتجربة حب وما قدر بأن يزوج الإمرأة اللي يحبها، الأهل فرضوا عليه زواجها، أو حتى هي ممكن تكون الزوجة الزواج ما كان باختيارها ومفرض عليه هذا الزوج. حتكون هي مرحلة قد تكون صدمة أو جفاء أو عدم تقبل للآخر، لكن من النتيجة هم بدأوا بحياة أسرية ما يعرفون شنو حتكون نهايتها أو تأثيرها على الأطفال. نعم، هذه يعني من أسباب البدايات الخطأ في الاختيار غير الصائب، تكون هناك أسرة غير سعيدة. خبراء التنمية الاجتماعية والبشرية أكدوا بأنه نجاح أي أسرة مقترن بنجاح السنة الأولى من الزواج. السنة الأولى، نعم، السنة الأولى من الزواج إذا نجحت حيكون النجاح، نعم، يعني للحياة الزوجية مستقبلا. لأنه تعرفين أنه الزوج جاي من أسرة ومن تنشئة اجتماعية تختلف عن الأسرة اللي جت من أهل الزوجة أيضا. ففي بداية الزواج يصير هناك تصادمات، اختلاف الآراء، قد يتقبل الآخر يعني اختلاف الرأي الآخر وقد لا يتقبل. فالسنة الأولى هي امتحان لكل الأزواج، بس إذا كان الزواج مبني على مصالح شخصية أو النهوة أو البنت العم لابن العام أو يعني هاي الأمور العشرة، زواج عائلي، نعم، زواج عائلي من غير رضا الطرفين، فيكون هذا في بعض الأحيان قد يعني يتكيف ويتوافق الزوجان للحياة الجديدة، وقد لا يتكيف. يعني أنا أعرف أزواج أنه أجبروا على الزواج لكن بقى كل واحد على علاقته السابقة مثلا، فصارت يعني مشاكل وانتهى الزواج بالطلاق. فإذا يعني بالتقرير عجبني في المعلومة أنه الرجل يكون صامت في بعض الأحيان، بالعكس الرجل طبيعة الرجل هو الصمت. يعني في بعض الأحيان قد يكون الرجل يأخذ مبدأ بأنه الصمت من ذهب، السكوت من ذهب، لكن الرجل يجب أن يتحدث مع الزوجة. الزوجة هنالك يعني اختلافات وفروقات في مسألة الحوار. المرأة عندما تتحدث تحتاج بين عفواً يعني عذر المقاطعة، دائما تحتاج الزوجة للشعور بالاهتمام بالحنان، أو تحتاج لأن أحد يفهمها يسمعها يحس بأن هي مهمة. هذا مشكلة أنا عندي لسبب، لا مو مشكلة بالعكس، لسبب المرأة تريد أحد يتحدث معها، يريد إنه يعني ينطيها نوع من العاطفة. هي عاطفية في طبيعتها، يعني رب العالمين خلق المرأة ونسبة الهرمونات العاطفة البرولاكتين والكولاجين والاستروجين نسبتها اكثر بنسبه 60% من الرجل. الرجل عنده هاي الهرمونات لكن المراه اكثر. ليش؟ لان الله خلقها كأم تحتضن الطفل، تسهر. يعني هسه كل الازواج هسه اللي يشوفوني من الطفل يبكي بالليل راسا يضوج يقولها طلعي من الغرفه، بس هي تتحمل وتسهر لحد ما تنيمه. هذه هو طبيعتها فسيولوجيا، المراه خلقت لهذا الشيء. لذلك شوفين عباراتها حبيبتي وعمري وحياتي، حتى عباراتها عاطفيه، هي يعني عاطفيه بطبيعتها، بدمها العاطفه موجوده. الرجل عندما يتحدث باسلوب متصل غير منقطع، ما يكمل الحديث الا ينطي مغزى الحديث. المراه لا، من تتحدث باسلوب متقطع ومسافه بين جمله وجمله كلش طويله، لذلك يصير الرجل ما يسمع لها، يضوج. يعني من تنتهي من الكلام تبدا بكلام اخر وقد تعيد الكلام السابق. الرجل لا، عندما ينهي كلامه خلاص انهى كلامه. المختصر مفيد يعني. نعم، هو الرجل البيت بالنسبه له هو الراحه. أي. الراحه يعني عدم الكلام. بعض الاحيان بعض الزوجات يوقفون الكلام، لا هو بالنسبه بمفهومة. إليه مفهوم الزوج يكون، نعم، بالنسبه إليه يعني هو يتكلم بطبيعه مختصره. المراه تريد بطبيعه يعني تفصيلية. تريد كل الجزئيات يعني تفصلها. هي طبيعه المراه. لو فهم الرجل طبيعه المراه، لو فهمت المراه طبيعه الرجل، يصير مركب الزواج باسلوبه الصحيح. لكن في بعض الاحيان بعض الزوجات توقت اسلوب حوارها في وقت رجوع الزوج من العمل، خصوصا اذا كان عمل يطلب منه التفكير والتدقيق واتخاذ قرارات مهمة جدا. فهو اتصالات عنده هواية بالشغل، من يجي للبيت يجب أن المرأة توقت وقت الحوار اللي هو عندها حاجة نفسية يجب أن تشبع إلا بوجود الرجل. شوفوا من يطلع من البيت تتصل بأمها بصديقاتها، تروح للسوق، تصعد تاكسي، تتحدث، هذه الحاجة ما تشبعها إلا بوجود الزوج. إذن خلي نوقت توقيت المناسب للحوار. الحوار يجب أن يكون أول شيء يعني
يعني متلائم مع الوقت، يناسب مع الوقت ويناسب طبيعة الرجل وشخصيته ونفسيته. هنالك نظرية اسمها نظرية البيوت المثقفة، يعني شنو؟ يعني المرأة من تتحدث كأنه جت تبني بيت لحد ما تكمل السقف. يعني مثلا إذا يجي أبو البيت أبو فلان يقول له أبو أحمد اليوم أحمد هيجي سوى هيجي سوى، بعدين انتقلت إلى موضوع الأم أمها مثلا، هو موضوع أحمد البيت ما سقفته تنتقل. نعم الرجل لا، من يتحدث يتحدث ويسقف البيت ويكمل. نعم الرجل إذا ما عجب الكلام يقطع حديث الزوجة، بس الزوجة لا، عندما يتحدث الزوج ما تقطع كلامه، تستمر لحد ما ينهي كلامه. هنالك مصطلحات يستخدمها الرجل، دائما يقول أنا أنا، يحب ذاته بالكلام. المرأة لا، تقول نحن نحن بيتنا عشنا جهاننا، يعني هيك تحكي. هو لا، أنا شغلي عملي، يحب الفردية، يحب أنه يعزز ذكوريته، لأنه المجتمع هو انطاه هذا الحق. هنالك مقصات تقص الحديث، علينا أنه نتجنبها. أول شيء نعم، ما نتحدث عن خلافات سابقة، ما نتحدث أول شيء. وثاني شيء أنه المعرفة أو التظاهر بكل بمعرفة كل شيء. يعني الزوجة من تتحدث ويجي الزوج يقول لها إيه أنا أعرف هذا الموضوع، ويقطع كلامها. هذا مقص يقص الحديث، راح يكون هنالك ما تكون هنالك لغة حوار بين هذا، ما يشجع المرأة أن تتحاور مع الرجل بمواضيع مهمة. أيضا الخطأ الدائم، أنه دائما أخلي المرأة في موضع الخطأ، من تتحدث تقولها لا لا أنت كلامك كله خطأ وأنا ما أقبل به، يقطع هذا الكلام. هنالك نظرية يتخذها الرجل إنه صمت من ذهب، إحنا ذكرناها. لا بالعكس، الرجل يجب أن يتحدث مع زوجته، لأن هاي حاجة نفسية لازم تشبعها، وإذا ما شبعتها لازم يكون هنالك نوع من المشكلة. والمشكلة شلون تعبر عن نفسها؟ عن طريق السلوك الظاهر، أما تحتج على الرجل أو تعاتبه أو تحس نفسيا تكبت هاي الحاجة، تحس انه هي مهملة من قبل الرجل، ما يهتم بها لانه هو ما دا يسمع لها. طيب دكتورة، يعني عذرا المقاطعة، كيف نقدر او كيف الازواج يستطيعون بان ينشؤون لغة حوار باليوم؟ لازم يتحدثون بشكل مستمر، يخصصون وقت يوميا لو يكون ممكن اسبوعيا، لو كيف حتى تبدأ من لغة الحوار حيوصلون لغة تفاهم؟ شوف، هو حيكون هو تفكير مشترك، هو يوميا لازم اكو حوار، لازم، بس حسب يعني حسب المرأة، حسب نفسية الرجل، طبيعة شغله. يعني مت توقت الحديث حسب راحته هو. زين، يجب ان تفهم انه الرجل هاي طبيعته، انه يحب المختصرات ما يحب المطولات. يعني هي من تروح للسوق تقول له رحت صعدت بالتاكسي وحكيت ويا بالتاكسي ورحت لابو المخبر وحكيت، مش يقول لها قولي لي الزبده شنو الموضوع، يريد بس الزبده. هي لا، تهتم بالتفاصيل. فعلى المراه انه تهتم انه هاي طبيعه الرجل. ثاني شيء انه اذا المستمع الجيد، يجب ان يعني هسه انت عندك مشكله تريدين تطرحيها على شخص معين، بنشوفين هنالك اذن صاغيه تصغيرش تعطيك مجال، ترتاحين انه هو مساندك بمشكلتك وده يسمع لك، وحتى لو ما حلت مشكلتك انت تحسين براحه انه فضفضتي. هنالك تفريغ انفعالي عندك، هو ولو هو احدى يعني انواع العلاجات الطبيب النفسي، التفريغ الانفعالي يخلي المريض النفسي يحكي عن حياته وعن ماضيه لحد ما يرتاح كانه حلت مشكلته. علينا ان نفهم، نتعلم فن الاصغاء للاخر. من اني اصغي للاخر راح انطيه احترام، راح انطيه ثقه بانه هذا الكلام ايضا ما يطلع بره بينه وبينه فقط. ايضا شلون احنا لغه الحوار، الحوار يجب ان تكون بها يعني هسه انا اسال سؤال كل المشاهدين يشوفوني، ليش احنا نخلي فلوس بالمصرف؟ ليش يصير عندنا ايداع بالمصرف؟ للمستقبل، حتى يكون عندنا فلس مثل ما نقول الفلس الابيض لليوم الاسود. تمام. لو هسه نسرح بخيالنا ونسوي لنا بنك للحب على شكل قلب، بنايته على شكل قلب والبوابه من جوا، من ندخل للبنك نشوف الموظفين وجوههم على شكل قلب ومبتسمين. نوع الايداعات اللي راح تصير بهذا، انا اودع لزوجي وزوجي يجي يسوي ايداع لي، يعني مو هسه مو مثل المصارف اللي احنا انا اروح اسوي ايداع باسمي، لا كل من يسوي باسم زوج للاخر. شنو نوع الايداع؟ الهدايا، الحب، التضحيه، الثقه بالاخر، احترام الرأي والرأي الآخر، المصارحة، المكاشفة، الصدق، هاي كلها الإيداعات موجودة. زين، إيش وقت ينكشف حسابي وإيش وقت يخلى حسابي؟ يعني أشوفه صفر. ينكشف حسابي إذا كان هناك عدم وفاء بين الزوجين، عدم احترام، عدم ثقة بالآخر، عدم مشاركة بالهوايات. أنا إذا شارك زوجي بالهوايات يحس إنه أنا مهتمة به، لذلك راح أكون صديقته. من أكون صديقته راح يحكي لي كل أسراره، من يحكي لي كل أسراره راح يبقى متمسك بالبيت ويحس إنه هذا البيت
بيت جنة ما يلجأ برا البيت يتخذ صديقة غيري، أكون زوجته نفس الأمر وأكون صديقة يتعامل مع الزوجة على الاهتمامات. إحنا من نتحدث يعني طرف دكتورة يعني. إحنا مجتمعنا يعني شرقي ذكوري بس يعطي الأولوية والأفضلية للزوج وخلص، الزوجة شنو تعاني شنو مشاكلها ما يخالف لا ضير لا ضير أنطيه لا أنطيه حقه بس بالتالي هم ينطيني حقي متختلف حسب ثقافة الزوج تنشئته الأسرية بالسنوات الخمس الأولى وحسب ما هو تربى. يعني إحنا كنا تحكمنا تربيتنا وتنشئتنا. يعني إحنا من نشوف شخص مكتئب أو شخص عنده خجل مرضي من نقول يشوف هذا صار عنده موقف بالدوام أو بالشارع، لا نرجع السنوات الخمس الأولى شلون تربى، هل تربى مع زوجة الأب، هل تربى تربية عنيفة، هل همش، هل هنالك دلال زائد، كلها إحنا أول ما نقعد ويا الشخص اللي عنده مشكلة معينة نسأل عن الماضي في السنوات الخمس الأولى. إذن السنوات الخمس الأولى هي أساس لشخصية الإنسان كإنسان في المستقبل. خلي نقوم الأخطاء الموجودة في السنوات الخمس الأولى، الأخطاء اللي عندنا. إذن إحنا علاقتي بيني وبين زوجي، هديتي أنا لأولادي مدى حبي زوجي ومدى حبه إلي، لأنه هاي راح تنقل إلهم، راح يمثلون هاي الأشياء، لأنه هم نتيجة السعادة الموجودة أو نتيجة التعاسة الموجودة في الأسرة، هم الأطفال راح يمثلون الأدوار اللي شافوها أمامهم. طيب دكتورة في أي حالة أو هي فعلا مطلوبة بأن أحد الزوجين بأن يتنازل للآخر في أي فترات وأي أوقات؟ نعم. لو ممكن بس طرف واحد، لو نفضي على اثنين يقدمون تنازلات لكن بأوقات واحدة. شوف هنالك فترات قد يصعب الحوار بين الزوجين، مثلا المرأة في مرحلة الحيض والنفاس، في عندما تكون يعني نفسيتها تعبانة بهذه الأمور، فعلى الزوج أنه يقدر هذا الوضع. المرأة أيضا، الرجل لا يتقبل الحوار إذا كان متعب، إذا كان هنالك هموم خارج البيت، لأنه هو يعتقد أنه عنده حرب خارج البيت للحصول على لقمة العيش. من يجي للبيت يجب أن يكون البيت مكان للراحة. المرأة يجب أن توفر لك كل وسائل. أنا ما أقولها غيري أثاثك أو يومي أشتري أثاث جديد، لا، نفس الأثاث بس أنا حسب ذكاء الاجتماعي أغير هاي الوسادة، أقلبها باكر يسوي مثلا، أو أخلي هنا في وردة، يعني أحسسه بعدم الروتين، أحسسه بالتجديد بالتغيير. الرجل ما يحب الروتين، ليش أنا أخليه يطلع برا ويشوف موديلات ويشوف لبس، خلي ألبسه كل الأشياء البرا الموجودة ألبسها داخل البيت. لذلك على الطرفين أن يفهمون نفسية بعض، المرأة شو وقت تتقبل الحديث والرجل شو وقت يتقبل الحديث، وهي تختلف. يعني المستوى الثقافي والتعليمي ترى ما يأثر على لغة الحوار. إحنا ذكرنا أنه هواية أساتذة الجامعة وهواية ناس واصلين بالمجتمع وعندهم شهادات عليا، بس ماكو لغة حوار بين الزوجين، صمت وخرس زواجي بيناتهم. هاي تتبع تنشئة الأسرية وعقد النقص الموضوع عند بعض الرجال وليس عند النساء، عند بعض الرجال. دكتورة الزوجات شقد ما كانت نشأتهم الأسرية وطفولتهم كانت قاسية أو صعبة أو يعانون من عدم الاهتمام، وثم ذكرتي مجتمع ذكوري يرأى الولد على حساب البنت ويهملها، ما حتأثر عليها فترة الزواج، ما حتتعامل بطريقة تحب أن الكل يرضيها ويكون يعملها بحنان. قد يتغير بعض الرجال، قد يعني شوفي احنا البرمجة العصبية هي الترجمة اللغوية للجهاز العصبي. الجهاز العصبي شنو هو؟ اللي يتحكم بكل سلوكياتنا، يعني من خلال الغدة النخامية ومن خلال الهرمونات اللي تنطي الغدة النخامية إشارة لكل أجهزة الجسم على أنه تفرز هرمون معين. هنالك هرمونات نسميها هرمونات السعادة، هرمون السيروتونين وهرمون الدوبامين وهرمون هرمون الاندروفين. هاي الهرمونات إيش وقت تفرز بالجسم وإيش وقت الجهاز العصبي يعطي إشارة للغدد إنه تفرز هذه؟ عندما يكون الإنسان مرتاح نفسياً. الراحة النفسية إيش وقت تجي؟ من خلال الحوار الأسري، الأسرة السعيدة، ثقافة المجتمع يجب أن تكون يعني تنطي تعزيز لدور الأسرة وخاصة دور الأم. الأم عندها نسبة احتراق وكبت أكثر من الرجل. المرأة تكبت حاجاتها وما تأخذ حقها من المجتمع من أجل أن تحقق حاجات أولادها وزوجها وأهل زوجها أيضا. شوفيها هي موظفة صباحا تجي للبيت ربات بيت، تصير معلمة لأولادها، تصير زوجة تلبي حاجات الزوج، هاي كلها على عاتقها. لذلك المرأة أكثر احتراقا نفسيا من الرجل وأكثر كبتا لحاجاتها وأكثر كبتا في بعض الأحيان هي
ما تحصل نوع من الحب والعاطفة من الرجل، بس تكبت هاي الأشياء يعني من أجل أن يصير مركب الزواج بطريقة صحيح، من أجل أولادها، من أجل ما تصير خلافات أسرية قد لا يتقبل الرجل هذا، يعتبرها مثل ما نقول إحنا بطرانة يعني، يعني بيا حال أنت تردين حب وعاطفة ووردة ومشينة، لا إحنا ما نريد هاي الأشياء، ما نريد الأشياء الموجودة بالمسلسلات المدبلجة، ضرورية أن تتعامل بحنان، ضرورية الرجل يعبر عن حبه عن طريق العمل، يسوي شيء، يجيب حاجة. المرأة ما يكفيها هذا، يكفيها اللغة العاطفة تريد يعني، يعني شوفي اللغة مو بس بالحوار بالكلام، اللغة تصير بنظرة العين بالتعامل، لمسة اليد، بالبلبس، بالرائحة. أنا أحب زوجي أنظرنا نظرة حب تختلف نظرتي عن نظرة الغضب، ابتسم لابتسامة حب تختلف عن ابتسامة الزعل، ألمس إيده بطريقة أحسسها بالحب، أيضا ألبس اللبس اللي يعجبه، وإذا أنا زعلانة وياه ألبس الألوان اللي ما يحبها مثلا، هاي استفزاز يعني هاي لغة أو أخلي العطر اللي ما يعجبه مثلا، هاي لغة يعني مو شرط أنه بالكلام. في بعض الأحيان أنت تقولين أقول لزوجي أوكي أشر لهيج بدون ما أقول له إيه صحيح، مثلا يقول شنو رأيك أشر لهيج، لغة الإشارة يعني بالنظرة باللمس، هواي أمور يعني ماكو مجال إنه نشرحها. فالمرأة الذكية، المرأة اللي تريد تصير مركب حياتها بطريقة صحيح، يجب أن تفهم فن الاستماع والإنصات للرجل، يجب أن تتعلم فن التغافل عن الهفوات، يجب أن تتعلم فن يعني التماس العذر للزوج. يعني إحنا في بعض الأحيان الزوج يخون زوجته، بس المرأة السامحة أكثر تسامح من المرأة. دكتورة دا حسيت اليوم حيل مناصرة للزوجة، تهتمين بإرضاءها على حساب الزوجة، ليش دكتورة؟ لا بالعكس، مو هي المرأة شوفي يعني لازم تضحي، ليش لازم تضحي؟ حتى لا تلقب بلقب المطلقة، بس بالمقابل هي إنسان وعندها كيان ومشاعر وعندها ذات لازم أن تحترم. صحيح في بعض الأحيان قد يعني يطفح الكيل بها وتطلب الطلاق، يعني حل للمشكلة يعني. دكتور يعني يمكن إحنا قد يكون نبتعد عن موضوعنا هي العلاقة الزوجية، بس إذا المرأة فكرت بأنها لازم تتحمل كل شيء إذا كان ضغوط أو إهانات أو إهمال أو معاناة في سبيل بأن ما المجتمع يطلق عليها مطلقة، هذه حتكون سعادة كل أسرة، بأن نهتم للمجتمع أو نعمم ثقافة لازم تكون الأهمية للزوج. إذا كانت المرأة هي مطلقة ينظر المجتمع نظرة غير جيدة. نعم. فإحنا دا ننصر الأفكار الخاطئة في مجتمعنا. لا لا لا، إحنا ما نشجع الأفكار الخاطئة، إحنا نقول المرأة يعني هي طبيعتها تتحمل ضغوطات الحياة، قد تكون هي مفتاح الحياة الأسرية السعيدة. ممكن هسه أنا دار يعني أجي هذا الموضوع، كل أسرة سعادتها بالمرأة، يعني المرأة هسه أنت متفوتين على بيت تشوفين ملقى طيب، تشوفين ضيافة حلوة، هو البيت للمرأة. يعني الرجل يكون وحده يكون مثل يعني محتاج إلى ونيس، محتاج إلى من يلبي حاجاته. المرأة هي يعني مفتاح سعادة كل أسرة، إذا تمتعت بالنضج الانفعالي والذكاء الانفعالي. الذكاء الانفعالي شنو؟ يعني نسبة تصرفات تصرف حسب نفسية الآخرين، حسب ما يملي عليها الآخرين، حسب ما يريد منها الآخرين. يعني شوفين أنت متعبة وجاي من الدوام تتفاجئ أنه عندك خطار بالبيت، رغم هذا أنت تتحملين التعب ونعسانة ويجوز سهرانة على أنه المادة مال البرنامج مالتش أنه لازم يكون بشكلها صحيح، بس أنت كل هذا يعني تتنازلين عن راحتك من أجل راحة الآخرين، من أجل إرضاء زوجك، لأنه احتمال هذا أقارب زوجك أو مثلا حتى ما يحسب على حساب سلبي أنه ما ضيفتيهم. فإحنا لا بالعكس، المرأة إحنا قلنا تحمل الضغوطات من أجل لا ترقب المطلقة، وأيضا في بعضها ما تحمل الضغوطات إذا كان هناك عقدة نقص في الرجل أو مريض نفسيا، هذا ما حاجة أنه تتحمل، لأنه الحل الوحيد هو الطلاق. فهي تتبع حسب نفسية الإنسان وحسب شخصيته وحسب المجتمع. المجتمع قد يرضى أنه تكون مطلقة، يعني شوفي أنت بالصومال يشجعون المطلقات، وهم المطلقات شقد إذا 6 مرات مطلقة يصير عند عنصر جذب للشبان إنه يتزوجوها في مجتمع الصومال. في المجتمع العراقي مثلاً لا، المطلقة 6 مرات زواج حتكون 6 أو 7 شقد ما تزيد عدد الطلقات يصير عنصر جذب للشباب. يعني مروا بهذه التجربة ممكن أن يتوجهوا للصومال. إحنا لا، الشاب إذا يريد يتزوج وحدة مطلقة لا،
تقوم الدنيا ولا تقعد. إذا أريد الزواج وحدة أرملة وعدها طفل أيضا أيضا نفس الشيء. بالعكس إحنا لازم نغير هالمفاهيم. المطلقة قد يعني ينظر إلى إنه هي سبب في طلاقها قد أخلاقها عفوا أو لا، ما ينظرون إلى يجوز يكون الرجل مثلا مريض نفسيا. نعم فشوفين يجب أن نحسن هذه الأشياء، يجب أن نشجع الزواج المطلقات والأرامل، يجب أنه برامج التلفزيون وسائل الإعلام تكثفها. حلقات قادمة نحاول بأن نسعى التكثيف على هذه المواضيع من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع، تعامل مع المطلقات بشكل أفضل وتحسين هذه النظرة لمجتمعنا. قد يكون أغلب الأحيان ظالم لكن الوقت داهمنا، وكنا سعيدين جدا بحضورك اليوم الدكتورة ابتسام سعد. شكرا جزيلا يوم سعيد. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا نتمنى من هذا الحوار بأن يكون كل الأزواج استفادوا ووصلوا إلى نتيجة أن يصلون إلى لغة حوار وتفاهم وأيضا إرضاء للآخر والتفكير كيف يأسسون حياة زوجية سعيدة، حتى بالنتيجة حتكون أسرة ناجحة تفيد المجتمع. انتهى وقت حوار اليوم، لكن مستمرين مع فقراتنا من بعد فاصل قصير. جديد مستمر وياكم مشاهدينا الكرام. الوقت القادم حيكون مع فقرة زودياك حتى نتعرف على توقعات الأبراج. إذا كان هناك تغيير بالخارطة الفلكية، هناك انتقال ما بين الكواكب، كيف تكون تأثيرها بالأخص إذا هي حتكون بصالح العلاقات الزوجية، حتعززها أو حتأثر عليها سلبا. لكن نتمنى تكون التفاهم ويكون سائد ما بين الجميع، ومعرف إذا كان الجو حيأثر على النفسية وعلى الكواكب أو لا، هذا حنتعرفها مع جنان دكتور. يسعد لي صباحك. يسعد لي صباحك زهراء حبيبتي، وصباح كل مشاهدينا الأعزاء. أهلا وسهلا بكم في فقرة زودياك لهذا اليوم. طبعا أكيد القمر ما زال موجودا في برج السرطان، وما راح يترك إلا يوم بعد، يعني إن شاء الله يومين أخرى يبدأ في فترة خلو مسار. يعني الفترة هي مائية بحتة تخص مواليد برج السرطان وكذلك برج العقرب وبرج الحوت. بالنسبة للعلاقات الزوجية وتأثير العلاقات الزوجية على الأبراج مثل ما ذكرت زميلتي العزيزة زهراء، راح نتكلم عن هذا بالتوقعات. مواليد برج الحمل أكيد في هذه الفترة إذا كانت امرأة وإذا كان رجل فرغبتها بالاهتمام والرعاية والتفهم كبيرة جدا ومحتاجة إلى هذا الشيء، فياريت الزوج أو الشريك أو الحبيب يكون دائما معك في أنه يتعامل التعامل الأمثل لكي تصلون إلى نتيجة جيدة. التضحية جميلة لأجل الآخرين وبناء جسور المحبة ما ممكن أن يتم إلا بالتعب. فإذا كان أكو شخص ممكن أنه يحتاج الرعاية والاهتمام على الرغم من كون أنه إحنا تعبانين وعندنا مشاكل، لابد أنه نعتني بالآخرين، فالسعادة تكمن حينما نسعد الآخرين ولا نسعد أنفسنا. لمواليد برج الثور الوضع مختلف، نقول أنه قد تتعزز أمور في حياتك، ممكن أنه تخلي علاقتك الزوجية أو علاقتك مع من تحب تأخذ أطر أخرى، على الرغم من أنه تفكيرك مالي في هذه الفترة، فالمال والعاطفة يجتمعان في سبيل أنه تحاول أن تبني وضعك المالي، وكذلك الوضع العاطفي أيضا يحتاج، لأنه الإنسان عبارة عن روح زائد جسد زائد نفس، وهذه كلها تحتاج من عندك الرعاية، والباب مفتوح لهذه المحاور أو الجوانب الثلاثة، فاعمل عليها عزيزي الثور. لمواليد برج الجوزاء نقول وجود القمر في برج السرطان راح يخليك أنت الملك والكينج، لأنه راح تحصل على إطراءات ومحبة الشريك، فحاول أنت أيضا في نفس الوقت أنه تبادل ذلك الشيء. لمواليد برج السرطان أنت أكثر جمال وبهاء ودثير الشريك من ناحية شخصيتك ومن ناحية جمالك،
ومن ناحية تأثيرك، فحاول أنه أيضا تبني ذلك الجسر وتعيشون المحبة اللي هي منحة الرب وسبب خلق الكون كله. لمواليد برج الأسد نقول نعم، أنت محبتك سوف تكون موجودة لا مع الشريك إنما مع الأصدقاء والذين يدعموك. قد تتعرف على وجوه جديدة، قد تتعرف على ناس جدد، هؤلاء هم اللي راح يزرعون المحبة ويخلقون السعادة عندك. حاول في هذه الفترة أنه ما تثقل على الشريك، لأنه أنت أكيد دا تشعر بتراجع عاطفي. لمواليد برج العذراء نقول يا عزيزي العذراء، الفترة بالنسبة لك ضاغطة أكيد، لكن دخول الزهرة إلى بيت برج السرطان وكذلك عطارد راح يساعدوك في أنه تخلق أجواء جميلة إن شاء الله. الناس في لو كنت محتاج لناحية نصح أو إرشاد، فهناك القلوب الكبيرة اللي تحيطك وتنصحك وترشدك في سبيل أنه ما تتخذ قرار عاجل وتخلي فد نقطة من خلالها تتعامل مع عواطفك ومشاعرك وكذلك الآخرين. لمواليد برج الميزان نقول يا عزيزي الميزان، أنت تحتاج إلى الرعاية والاهتمام، فمن يحيطك يجب عليه أن يحاول قد الإمكان أنه يريحك. أنت في مجال المهنة قد تكون متعب، في مجال الحياة قد تكون متعب، قد تلازمك وعكات، القسم من عندكم يلازمه وعكات صحية، حاولوا قد الإمكان أنه تتحملون هذه الوضعية، هي يومين ثلاثة وإن شاء الله تخلص. حاول قد الإمكان أنه تكون إيجابي ولا تفكر بالأمور السلبية. لمواليد برج العقرب نقول الفترة بالنسبة لك جميلة بامتياز يا عزيزي، السفر بالنسبة لك حلو، أكو فت خبر حلو كان حادث وقد يحدث في هذه الأيام الثلاثة إن شاء الله، فاستقبل شيء يريح نفسك يا رب إن شاء الله. لمواليد برج القوس نقول الفترة بالنسبة لك مالية يا عزيزي، لكن على الرغم من هذا المال ليس فقط هو المحور الأساسي في الحياة، إنما كذلك الروح تحتاج إلى ذلك. تقرب إلى الشريك وبادل الكلام واسمع وجهة نظره، وأنت كذلك أنطي وجهة نظرك في سبيل أنه ترتاح، لأنه في بعض الأحيان الإنسان حينما يتحدث وبصراحة يعبر عما في داخله فيرتاح نفسيا. لمواليد برج الجدي نقول عزيزي بيت الشراكة مفتوح، عليك أن تكون أكثر صبرا في التعامل مع شريك العمل كذلك الشريك العاطفة. نعم أنت مضغوط، وقسم من عندكم اللي تواقعين تحت تأثير كوكب بلوتو جدا مضغوطين، فأتمنى أنه دائما الإنسان يحاول أنه يخلي له فد نوع من السيطرة على ذاته، أنه يفكر قبل لا يتصرف تصرف ويحسم قرار. وأتمنى من اللي موجودين ويحيطون مواليد برج الجدي أنه يعيروهم الاهتمام والرعاية هذه الفترة. لمواليد برج الدلو نقول الفترة بالنسبة لك صحية، قسم من عندكم قد يعاني من وعكات صحية وكذلك مشغوليات، لكن هذا ما يعني أنه أنت دا تشعر بقوة العاطفة، وذلك لوجود الشمس في برج الجوزاء وكذلك المريخ. في بعض الأحيان قد تكون عواطفك جارفة جدا وقد تتخذ قرارات صعبة، أو قد تخليك الظرف أو حاجتك النفسية تعرضك في نوع من الشطط في التصرف العاطفي. حاول أنه تلزم نفسك وتسيطر عليها، وأتمنى أنه المرتبطين من مواليد برج الدلو واللي يريدون يرتبطون يحاول الشريك أنه يمسك زمام الأمور. لمواليد برج الحوت نقول الفترة بالنسبة لك جيدة وموفقة في كل مناحي الحياة، إن شاء الله راح تجيك لحظات الراحة أكثر من لحظات الوجع، إن شاء الله راح تكون أيام موفقة. حاول
في الأيام الموفقة ولما تكون نفسيتك مرتاحة حاول قد الإمكان أنه تريح المقابلك وتخلق جو السعادة، لأنه الحياة فترتها مهما طالت فهي قصيرة وتبقى لنا من عندها الذكريات الحلوة فقط. إن شاء الله يا ربي الله يوفق الجميع، وأتمنى الاستقرار العاطفي والعلمي والاجتماعي والنفسي والمالي يعني يكون للجميع إن شاء الله يا ربي. الفترة المقبلة راح يصير تغيير في الخارطة الفلكية ويصير كلام آخر. يا عزيزي المخرج، يا عزيزي المخرج، هل من اتصال أرد عليه؟ اهلا بشهد من بغداد، تفضلي شهوده. الو، مرحبا في الجنان. هلا وحبيبتي، هلا بهالصوت الحلو. والله شلونك في الجنان؟ مشتاقين. الله يسلمك بنتي العزيزه، انت شلونك؟ والله بخير، ما طول انت بخير احنا بخير. دول عينك يوم حبيبتي، اتمنى لك الخير. قولي. انا اعرف برج الاسد عاطفيا ومهنيا، وبرج الحمل هم اريد اعرف عاطفيا وهم مهنيا يعني، ممكن؟ من بطن عيني، من بطن عيني. بس الجنان يعني عنا شويه تحكين شويه على كيفك. بطن عيني حاضر. او ممكن 14/1 يا عشرية، هو يا عشرية تدللين حبيبتي. تحياتنا لك ولي اسرتك ومعي نور من كربلاء. كل الهلا حبيبي، كل الهلا بيك يا نور. والله اني هم احبكم كلتكم، كلتكم احبكم. اشكرك حبيبتي، كل الهلا. تفضلي. انا قاعده بتوافق بين برج العقرب وبرج القوس. ثانيا اريد مواليد اخويا 3/2 جاي من الساعه 7 لـ 8، فدار شنو برجه؟ من السبعة حبيبتي أعتذر على مقاطعتك، من السبعة للثمانية صباحا إلا مساء؟ لا صباحا. صباحا حاضر حبيبتي. أريد ولد 25 داف عن الصحة عن شأن اجتماعية، وخاصة أن أريد عن القوس أريد عاطفيا وبرج العقرب لم عاطفيا، بس بالتوافق بيناتهم. ماشي ببطن عيني يا عمري. حاضر. منو؟ اي اوكي، ومعي جمانة من البصرة، اهلا بيك. تفضلي حبيبتي جمانة، يوم اسمعك بنتي العزيزة، تفضلي. للاسف حبيبتي اني اعتذر من عندك بنتي الغالية، ان شاء الله تعاودين الاتصال. تفضلي ام باقر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام باقر، شلونك عيني؟ شايف عيني انت كانت الجمعه في دول عينك، الله يخليش، تسلمين، يخلي لك باقر وبقيه الافراد الاسره. الله يسلمك عيني. ام سجنان عيني، بس اعرف برجي السرطان عن الصحه. نعم. وأريد أعرف البرج الثور عن الارتباط، لأن أي ارتباط موقف. الارتباط. نعم. البرج الثور وبرج الحامل، أي ارتباط ما بيهن؟ لا ماكو ارتباط، ماكو ارتباط. يصير حبيبتي، يصير يصير يصير. إن شاء الله أجاوبك يا عمري أنت، وقولي يا الله منو بعد عندي؟ وعندي آخر اتصال لسعد. تفضل يا سعودي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك أخويا العزيز، تفضل. يزيد فرج في عزيزة. تفضل. مواليد 1992. نعم. اليوم والتاريخ 14/4. نعم نعم. عن ماذا تستفسر يا أخوي سعد وابني بالأحرى؟ تفضل. راح أتكلم بصورة عامة يا سعودي. ها عيني أنا بكيفي، أنتم بكيفكم.
فقرة بيدي لو بيديكم. خل استقبل وفاء، ليش ما استقبلها؟ ألو تفضلي وفاء. ألو صباح الخير، شلون ستينام؟ هلا يا عيني، هلا يا قلبي، انت شلونك؟ الله يسلمك. انت مواليد برج العذراء؟ اي اي العذراء. شلون صرتي؟ والله بعد شوية احسن الحمد لله والشكر. يلا ديري بالك على نفسك امي وابويا، ان شاء الله مشافات حبيبي. التوافق بين العذراء والدلو، اليس كذا؟ سجنان يعني اوضاعي كلها متخربطه، صار بالعشر ايام يعني من ناحيه الصحه والماده والعاطفه كلها يعني. ماشي ماشي. ان شاء الله راح اجاوبك، سمعيني سمعيني عن طريق التلفزيون على مود ما أخصر أرصدتكم وعذري لي جمانة حبيبتي. إن شاء الله بكرة تعاودين الاتصال بينا وأستقبل اتصالك. أرجع إلى شهودة تقول أريد أعرف الأسد عاطفيا ومهنيا. طبعا مواليد برج الأسد حاليا هم بينين، يعني بين راح أحكي على كيفي زين على موت لان قلت لي تحكين على كيفك. الاسد هو بين البينين. كيف؟ وجود كوكب المريخ مع الشمس في بيت الجوزاء هذا يمنح مواليد برج الاسد فتره حلوه، ينطي فد امور ان شاء الله تكون حلوه من ناحيه الصداقه، قد تتحقق الى امنيه، اكو عنده فت فرحه في الطريق. وما زالت هذه طول ما موجودة الكواكب موجودة حاليا في برج الجوزاء، بعد الشمس ما تحركت، وكذلك بعد وين عن ما يتحرك المريخ إلى 23 تموز. هذا الشيء. الشيء الثاني وجود عطارد مع الزهرة في برج السرطان، هذا البيت القبله. يعني إحنا لو نجي نرسم هسه دائرة، نبدأ من نقطة وراح نجي ننتهي وين؟ إلى نقطة تسمى هذه نقطة النهاية. هذه النقطة هي التي ستجعلنا نبدأ من جديد. فوجود الأبراج برج السرطان يمثل لبرج الأسد بيت النهاية التحضيرية لبناء شيء جديد. فمواليد برج الأسد على الرغم من وجود يعني عندهم حالة حلوة، راح تجيهم حالة حلوة وترفع الحافز النفسي بالنسبة لهم، لكن هناك فترة يجب أن يقعد يعيد حساباته ويرتب أموره. قد تواجهه في بعض الأحيان ساعات من التراجع أو الاكتئاب أو شيء من هذا القبيل، أو عدم الرغبة، أو دا يشعر أنه مشكلته ما راح تنحل، لكن مشكلته إن شاء الله راح تنحل. الفترة العاطفية راح تبدأ شوكت حبيبتي، راح تبدي من 27 من هذا الشهر، سوف تدخل الزهرة إلى برج الأسد. هذا راح يعزز من وضع العاطفي، يخليه يشعر بقوة العاطفة سواء كانت مرأة أو رجل، لأنه الزهرة راح تأثر على الهرمونات بداخل جسم المرأة أو الرجل الأسدي، فراح يخلي عنده رغبة في العاطفة واتخاذ القرار اللي سبق أنه راجع نفسه به، فراح يتخذ القرار يا إما بصالحة يا إما أنه راح ينهي شيء ويبدأ شيء جديد، وهو كله لأجل الصالح، لأن الحياة هي جملة قرارات وليست قرار واحد. بالأول والآخر هو جيد، هذا من الناحية العاطفية ومن ثم المهنية. لكن في هذه الفترة أكو فرد شيء جميل وحلو دا ينتظر مواليد برج الأسد، عسى أن يكون مهني أو عاطفي. بالنسبة لمواليد برج الحمل، العاطفة عندهم هسه حاليا يعني نوعا ما شوية متذبذبة ومتأرجحة شيئا ما، نتيجة لتأثير وجود كوكبين موجودين في برج السرطان. السرطان مو صداقة ويا الحمل، هذا دا يخلي الأمور على الرغم من أنه شوية دا تبدو بالنسبة إلى شوية اضطرابات، لكن إن شاء الله راح تكون محلولة يا بنتي العزيزة. في يوم 27 الشهر راح تنتقل الزهرة وين؟ إلى برج الأسد، هذا بصالح برج الحمل، فهي مسألة فترة وقت إن شاء الله وتنتهي. وديروا بالكم على مواليد برج الحمل اللي عندكم ميزان جدي سرطان، حاولوا في هذه الفترة أنه
تلموا برعايتكم واهتمامكم. بالنسبة لمواليد برج العقرب، الفترة حلوة للعقرب، يعني غالبيتها تكون جيدة، وجود الكواكب كلها إن شاء الله راح يسهم في تعزيز وضع برج العقرب، وهو ينتظر أيام أكثر حظاً وجميلة بها توفيق. لمواليد قلتي لي 17 واحد هو مواليد برج الجدي، خلنا نجي نشوف يا عشرية، وهو عشريته أكيد أكيد 100% الشمس، حبيبتي عشريته الشمس. هذا بالنسبة للشهد. نور من الكربلاء تقول أريد أشوف هل هناك يعني توافق بين العقرب والقوس. العقرب والقوس، وكنت هسه حاليا أشرح الدائرة الفلكية، دائرة أبدأ بنقطة وأأتي أمور وأنتهي بنقطة. يعتبر كلا البرجين، لبرج العقرب القوس نقطة بداية، ولبرج القوس يعتبر العقرب نقطة نهاية. هذا الشيء يخلي هناك تباين أو تأرجح في العلاقة. اللي أطلبه من عندك حبيبتي، لو كان بالإمكان تتصلين بي حتى تنطيني ساعة الولادة لأي منكما حتى أعرف البرج الصاعد، نقدر نخلق شيء من التوافق، يعني لأنه البرج الصاعد ترى ينطي شكل وطبع كذلك، فهذا اللي يخليني أطلب منك ذلك. بالنسبة لمواليد برج القوس، لا تسألي هسه حاليا عن العاطفة، لأنه شغل الشاغل هسه دا يهتم بالمال بالعمل بالشي وصاير عصبي، لا تسألي عن العاطفة هسه. لكن أنت العاطفة عندش متأججة، لمواليد برج العقرب دا يشعر بقوة العاطفة، فإذا كان الرجل فحيطي بالاهتمام، وإذا كانت المرأة فأتمنى أن الرجل أيضا يعيرها الاهتمام، لأنه يعني مواليد برج العقرب حاليا يشعرون بقوة العاطفة. قلتي 3/2 مواليد برج الدلو، جاي من الساعة 7 إلى 8 الصبح. حبيبتي البرج الصاعد هو الجوزاء، البرج الصاعد هو الجوزاء، وسألتي عن 21/5 الصحة. مواليد برج الجوزاء نتيجة لوجود كوكب المريخ قد يشعرون بشيء من التراجع الصحي، وخصوصا العشرية الأولى، لكن مع تقدم كوكب المريخ في برج الجوزاء راح يخلي أنه عشريتهم شوية تطفر، يبدأ التأثير على العشرية الثانية إن شاء الله. من بعد 15 إلى 18/6 راح يبدأ يشعر مواليد برج الجوزاء بالعشرية الأولى يعني تحسن نسبي بالصحة. إذا يحب يراجع طبيب يراجع طبيب، لأنه إمكانية امتثال العلاج والتفاعل الكيميائي للعلاج ممكن أن يتم. بالنسبة إلى أم باقر تسأل عن السرطان الصحة، حبيبتي إن شاء الله تكون الصحة جيدة طول ما أنت تحافظين على نفسك، ومثل أنت أيضا مواليد برج الجوزاء، إذا لا سمح الله شعرتي بأي عارض تراجعين طبيب، وأكو إمكانية للشفاء، لأنه امتثال العلاج ممكن أن يسري في جسمك وتحصلين على النتائج الإيجابية. لمواليد برج الثور والحمل، حبيبتي مواليد برج الحمل أكو فترة حلوة للارتباط، راح تبدأ بالتأثير الإيجابي يوم 27 من هذا الشهر، يوم تدخل الزهرة إلى برج الأسد، هذا راح يعزز من موقف العاطف، وأكو فترة خبل لكم تبدأ من 22/9 لغاية 23/10، فيا عزيزتي إن شاء الله أكو ارتباط. لمواليد برج العقرب هذه السنة ونص الباقية، سنة 2014 وهالست شهور الباقية، أكو فترة كلش قوية للارتباط، تبدأ من عندي 23/10 لغاية 22/11، وعدنا من 21/12 لغاية 20/1، والشهرين المقبلين من سنة الثلاث شهور المقبلة من سنة 2014 أكو ارتباط مام، أكو إن شاء الله، والحياة ما تخلو من أنه يدق فارس الأحلام الأبواب.
الأخ سعد يقول أني 14/4 مواليد برج الحمل، يسأل بصورة عامة، حاليا هناك ضغوط ولكن في نفس الوقت هناك نجاح اجتماعي. هذه الأمور تقدر أنت تقدر تمشي بيها من خلال إذا عندك معاملة، تقديم أي شيء يخص التعامل مع الآخرين فأنت كلمتك مسموعة، حل مشاكل، وساطة، معاملات، تقديم أمور، كلها هذه المسائل إن شاء الله راح تكون محلولة بالنسبة لك. الضغوط اللي دا تمر بيها في مجالها إلى الانحسار عزيزي في يوم 27 الشهر راح يدخل تدخل الزهرة إلى برج الأسد ويغير من وضعيتك يا عزيزي يا مواليد برج الحمل يا سعد. وفاء تقول أنا مواليد برج العذراء، أكيد هسه مواليد برج العذراء دا يمرون بمرحلة نوعا ما بيها شيء من التأثير، كان التأثير قبل أكثر، هسه بدأت الضغوط تخف. وجود المريخ في برج الجوزاء وكذلك الشمس يقابل نبتون موجود في برج الحوت، هذا يسمى المربع الفلكي لجماعة العذراء. هذا راح يخلي المولود مولود برج العذراء عنده قفزة مهنية، أكفت قفزة مهنية راح تجي. هذا إضافة إلى هذا أكفت شيء اسمه دق باب الارتباط. أنت حالياً دا تشعر بشيء من التأرجح العاطفي، أمورك هسه قد تبدو بالأيام الأقل حظاً ما تمشي شوية، لكن إن شاء الله على المستقبل القريب القريب جداً راح تكون أمورك إن شاء الله ماشية. الناس راح يساعدوك في أنه ينطوك الإطراءات أو هم يلقون النظرة وينطوك قفزة إلى الأمام، فهذه إن شاء الله راح تكون بها موفق. الفترة اللي مرت أنت تستقبل الجديد، ودائما نفتح صفحة جديدة في حياتنا، وراح تشوفين كيف أنه الأمور راح تمشي بإيدك كما تشائين. خلصت فقرتي هذا اليوم، كنت سعيدة باتصالاتكم، أشكركم وأشكر الكنترول والمخرج وتعاونكم، ألتقيكم بكرة بإذن الله. شكرا لجنان دكتور، نتمنى الحظوظ الطيبة والسعيدة لجميع مشاهدينا، وشخصيا أتمنى ما ذكر عن توقعات برج العذراء تكون فعلا بداية جيدة وتكون هي قفزة فعلا في الحياة وتكون أفضل، بس لا تكون قفزتك كبيرة باعتبار برج العذراء. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام، كنا سعداء بمتابعتكم لهذا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.